تشيد بالاراده السياسيه، اتعرض التقرير وصدر القرار بانه يتاح للمواطنين والباحثين على موقع هيئه الرقابه الاداريه. المرحله الثانيه من تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد 14 18 متاح للمواطنين، بيشوف الداشبورد الخاص بتنفيذ الاستراتيجيه الحاليه 23 30 في الشاشه اللي موجوده في معرض الكتاب، افتح له الشاشه اللي احنا بنشوفها في تنفيذ الاستراتيجيه واهدافها عن طريق ال 120 نقطه اتصال اللي موجودين اللي بيقيموا اداء الاستراتيجيه قدام المواطن. بيتفرج على الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد عبر الوسائل الالكترونيه داخل الجناح، والكلام ده كله ابنائنا الطلبه اللي جم المعرض شافوه. ان انا اتخلى عن الدور اللي انا بقوم بيه في مواجهه المواطن واسيب شباب الجامعات وشباب نظم المحاكاه اللي اشتغلوا معايا وشباب الدارسين في الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد عشان يتصدى هو ويتكلم عن الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد مع قامات كبيره جدا لمنظمات دوليه، ولا اخشى من هذا الامر. انا واقف بعيد وبسمع الكلام وبأثمنه، ولو في تدخل هتدخل ومش محتاج ان انا اتدخل لان هم قادرين على هذا. عشان كده بنقول سؤال واحد، احنا ردينا على سؤال واحد في كام دقيقه، يعني ده بالنسبه بس لتغيير الثقافه الخاصه وازاي نقيم انفسنا وازاي نعيد ترتيب الهيئه. ده امر طبعا مستحسن، وبصراحه يعني يذكر في هذا الامر يعني الإرادة الخاصة داخل هيئة الرقابة الإدارية ممثلة في معالي الوزير عمرو عادل إن احنا نبقى في مواجهة الجمهور بشكل واضح ونشارك في الفعاليات. ده أمر جديد جدا. لو حضرتك تقولي لي بقى حاجة من أربع نقط مهمة عايزاني أرد عليها بخلاف النقطة الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية. نقطة من الأربعة كده أرد لك عليها برضه. هو احنا عارفين الباقي بس مش عايزين نثقل على حضرتك. لا أنا فاهم، بس يعني أنا مش عايز. هي سألت كمان عن مشاركة القطاع الخاص والأهلي في مكافحة الفساد. احنا يا فندم الموظف العام اللي هو جل اختصاص هيئة الرقابة الإدارية سواء الوظيفة العامة أو الموظف العام بتبقى كل القوانين وكل الإجراءات في مواجهته. ده أمر برضو ننظر إليه نظرة أخرى، لأنه مفيش موظف هيفسد ومش هيكون في حد هو اللي سعى لإفساده أو قبل منه هذا الإفساد. العنصر الثاني ده لن يكون موظف عام، وبالتالي فكرة إن احنا نتعاون مع القطاع الخاص بشكل كبير ده أمر مهم جدا. شاركونا في وضع الاستراتيجية عن طريق الكيانات الخاصة برجال الأعمال والكيانات الخاصة بالقطاع الخاص في الدولة المعروفة لدى حضراتكم، كانوا موجودين معنا في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبيتواجدوا معنا أثناء عرض إجراءات الاستراتيجية أمام المنظمات الدولية منها المجلس الاستشاري لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية. قاموا اتكلموا، الشباب اتكلم، الجامعة اتكلمت، أجهزة إنفاذ القانون اتكلمت، والقطاع الخاص ممثلي القطاع الخاص قاموا واتكلموا، بقى في شراكات حقيقية بينه وبينهم. بنعقد بناء على طلب بعض جهات القطاع الخاص دورات تدريبية تخصهم وتيلرد، يعني بيتم وضعها وفقا لمتطلباتهم ومتواجدين معنا بشكل قوي. بالنسبة للعمل الأهلي، احنا من أيام قليلة كنا موجودين مع قيادات اتحاد هيئات العمل الأهلي عشان ننظم للدورات التدريبية الخاصة بيهم على مستوى 40,000 جمعية. مش هقول ان احنا هنقطعهم، يعني كلهم هيبقوا متواجدين عندنا، بس هيمثلوا من الأول جمعيات مركزية ثم جمعيات تخصصية موجودة على مستوى الجمهورية عشان يبقى في بيننا وبينهم عمل، وإن شاء الله ماشيين في إجراءات عرض البروتوكول اللي هيبقى مبرم ما بيننا وما بينهم. على فكرة احنا في طبعا بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين جامعة عين شمس، وفي بروتوكول آخر ما بيننا وما بين وزارة التعليم العالي منهم. هي دي الشراكات اللي أنا بتكلم عليها، والفعالية دي تمثل التعاون الوثيق ما بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية وهذه الجهات المحترمة. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. ننتقل إلى سؤال آخر، تفضل سيادتك، بس أرجو أن يكون السؤال محددا ومباشرا. دكتور علاء تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد جدا جدا بهذه يعني المحاضرة القيمة. احنا طبعا فريق الطلاب بتوعنا
وأعضاء التدريس كانوا في زيارة لمعرض الكتاب السابق، وفعلا زاروا الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية، واستفادوا استفادة فعلا كبيرة جدا جدا من المعلومات والتعاون الكبير من الناس اللي كانت موجودة والقيادات. لكن أنا بتكلم بس السؤال بتاعي، أنا لا أتحدث عن الناحية التخصصية ولا أتحدث عن درجات الماجستير والدكتوراه في مكافحة الفساد، وإنما أنا من كلية التربية وأتحدث عن معلم. هذا المعلم عايز يبقى عنده الحد الأدنى من المعلومات اللي تؤمنه عشان يقدر يوصل قدر منها لولاده الصغيرين في المراحل الابتدائية والمراحل الإعدادية والمراحل الثانوية. والاكتفاء فقط ان احنا نقول معرض الكتاب السنوي حتى تتم الزيارة والتعرف، هو احنا عندنا الأولاد كانوا أول مرة يعرفوا الهيئة الرقابة الإدارية ويعرفوا الأعمال بتاعتها والأهداف بتاعتها وارتباطها برؤية مصر 2030 والكلام ده كله. فكيف نستطيع أن يكون هناك تعاون بشكل بسيط بشكل توعوي بين الكليات اللي عندنا في جامعة عين شمس واخد بال حضرتك، بحيث تبقى زيارات تبادلية، إما أولادنا يجوا عند حضراتكم في لقاءات توعوية تكون بسيطة، أو يبقى في زيارات من بعض الخبراء اللي موجودين على القدر البسيط من المعلومات اللي يقدروا يفيدوا بيها الأعضاء التدريس عندنا ويفيدوا طلابنا اللي هم هيبقوا هم الأجيال الكبيرة اللي هتدي فكر مستدام لأولادهم في المدارس بعد كده. وشكرا جزيلا. بالنسبة للتعاون مع الجامعات، احنا بنتعاون مع كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، والأعداد اللي بترد إلينا من أعضاء اتحادات الطلاب وكذلك طلبة الجامعات كثيرة، وبتعقد ليهم بشكل منفرد سواء كان يوم تدريبي أو برنامج قصير بيعقد فيه الأكاديمية، وهم بالمئات، يعني أستطيع أن أجزم أنهم ممكن يعني يكونوا بالآلاف. فهو ده الدور اللي بتقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع الشباب، وباستمرار التواصل بتاعي مع الشباب اللي حضرتك شفتهم بيديروا معرض الكتاب. دول شباب من إفراز الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ونظم المحاكاة التي تمت بالشراكة مع الجامعات المصرية. فالكلام ده موجود. علاوة على نقطتين هامتين، أنه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى تضمنت في مناهج التربية والتعليم نصوص موجودة في المناهج التعليمية تخص مكافحة الفساد. ومش عايز أقول لحضرتك أني تعرضت شخصيا لهذا الأمر لما يعني كنت بذاكر لابني، لأن أنا وضع طبيعي يعني أن أنا هبقى لما يطلب مني هذا العون يعني مش هيبقى هنا بس، لازم هساعده. ففوجئت وأنا بأطالع كتاب المطالعة أو القراءة بتاعه أنه بيكلمني على موضوع خاص بطالب يوم الخميس بيمثل عضو في جهة من جهات الدولة، وأن البرلمان هو بقية الفصل، وأن هو ضابط شرطة، وأن هم بيسألوه. فأنا تعجبت يعني الكلام اللي أنا بقوله أنا يعني عفوا كان لازم يتصل علمي بهذا، بس أنا ما طلبتش الماتيريال، أنا عارف أنه موجود، جالي الماتيريال لغاية عندي عشان أشوفه. والمنهج ده اسمه كن سفيرا، فكنت سعيد جدا أن أنا بشوف الكلام اللي أنا بقوله في المحاضرات في الممارسات الناجحة لتنفيذ النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 14 و18 في قلب بيتي، ابني نفسه بيطلع عليه في الجامعة في منهج موجود لمكافحة الفساد وأيضا حقوق الإنسان. هو كان اسمه مكافحة الفساد وحقوق الإنسان أظن دلوقتي، أعتقد يعني والطلبة أيوة فندم القضايا المجتمعية، معلش الاسم بيهرب مني، اللي هو المستحدث بقى القضايا المجتمعية موجود يا فندم في الجامعة. يبقى الدولة المصرية شغالة في الاتجاه الصحيح، انه بقى المعلم مش واخد باله هو دي المشكلة. او عفوا مش معقولة استاذ عضو هيئة تدريس في الجامعة بهذه القامة العلمية يعني صاحبة المقام الرفيع والدراسات الواسعة، اكيد هيبقى مركز جدا معانا في هذا الامر عشان ثقافة مكافحة الفساد، لان الدولة ما تأخرتش في هذا الامر. عشان كده بنقول ثقافة الفرد وثقافة المؤسسة وثقافة المجتمع، هم دول اللي احنا مش عايز اقول كلمة بنراهن، بنركز عليهم، لان هم دول السبيل الى ان احنا نعرف نكافح الفساد بشكل قاعدي وبشكل سليم. بشكر حضرتك. نتقدم بالشكر لسيادة اللواء الدكتور محمد سلامة أحمد عزت، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بانتهاء أعمال جلسة العلمية الحوكمة والمساءلة ضمن مؤتمر جامعة عين شمس 12، تحالف
وشراكات، كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، رئيس الجلسة العلمية، وزميلي العزيز الأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق. ونتمنى أن تخرج كافة جلسات المؤتمر بنتائج مثمرة وتوصيات تفيد المجتمع وتسهم في تحقيق مستقبل مشرق يحول الطموحات إلى واقع حقيقي. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا لحضرتك.
السيشن ده طلبت ان انا اكون انا الاخبارك اللي افتحه خصوصا يعني. يعني هو كل واحد طبعا بيتعاطف اخبارك مع الكامفورت زون او دايما احنا ايه الكامبس بتاع اسنان وصيدلة احنا يعني بنتعامل معاه كأنه ده حقيقي ده حقيقي. وازعم يعني اخبارك ان هو في الفترة اللي فاتت دي كان في تعاون اخبارك موجود وملموس وله تأثير ما بين اخبارك الاسنان والصيدلة والقطاع الطبي كله واخبارك بشكل عام. انا طبعا هسيبكم مع السيشن وهتسمعوا اخبارك كلام كويس اكيد، ولكن انا بس حبيت اركز على حاجه ان هو من كل اللي يعني اللي هتسمعوه هو كان ابتدى بحلم، حلم ده تطور لفكره، الفكره دي تطورت الى واقع، وده ما كانش اخبارك والموضوع ما كانش ماشي برضو ببساطه، لا خد مجهود عشان انت تقدر تعمله فلازم تبقى عارف انت النو هاو، بس لما بتتحرك على اسس مظبوطه اكيد واخبارك ان انت هتوصل. في وقت من الاوقات كان الاعتماد من الهيئه القوميه للاعتماد والجوده ده كان حلم، بس هو الله طب ما احنا خدناه مره واثنين، لا ده احنا كمان بينا نفكر في اعتماد دولي. وحقيقه يعني كليه الصيدله كانت سابقه واخبارك سنه واخبارك في الحته دي وده شيء طبيعي. الحاجه الاهم بقى الاهم غير ان هو بتبقى حلم والحلم ده بيتطور لفكره وبتطور لشغل، لا المان باور اللي بتعمل هذا الموضوع ان هو طول ما هو ما فيش مان باور مهما عملت مش هتقدر توصل لحاجه، ولكن طول ما هو في مان باور مؤهل هتقدر تعمل اي حاجه، حتى لو اتاخرت شويه عشان الامكانيات ممكن ما تكونش احسن حاجه، ولكن اكيد واخبارك في يوم من الايام واخبارك هتوصل. انا يمكن بتكلم الكلام ده ان انا كان في هدف كده وكان مع دكتور كريم، فاكر انت يوم الخميس كان دايما يوم الخميس كده الفتره اللي هي كانت من الساعه 3 ل 5 دي كانت فتره الافكار، وكان عندنا هدف رئيسي او هدف من الاهداف الرئيسيه غير بقى تطوير الكليه وهكذا كل الكلام اللي انتوا عارفينه، ولكن البني ادم كباستي بيلدينج ان هو يكون في صف تاني مؤهل وصف ثالث مؤهل، تطوير التعليم وقعدنا نسمع عن تطوير التعليم، طب ما نتعلم اخبارك تطوير تعليم صح ونشتغل صح حتى لو نتائج هتيجي متاخره. اللي احنا كنا اللي وصلنا له سواء كان في كليه الصيدله او سواء كان في طب اسنان، انا دلوقتي طبعا عشان اكون فير لازم اقول صيدله الاول، كنت زمان اقول لك يوم ليه بيقولوا اخبارك صيدله الاول، لا في دلوقتي لازم اقول صيدله. اوكي دي نتيجة ان احنا فعلا طورنا البني ادم او وفي ناس عندها الاستعداد، هي الفكرة كلها برضو لازم يكون اللي قدامك هو عنده الامكانيات حقيقة يعني. دي حاجة انا لازم اشكر فيها كل الجيل واخبارك الصاعد، يعني انا بعتبره بالنسبة لي طبعا واخبارك شباب صاعد واحد اول حضرتك يعني ايما دكتورة مرام عبيد يعني كانت ايما شغل قوي جدا، دكتورة دايلا القرش وقت ما كانت رئيس القسم كانت برضو من اكتر الناس واخبارك اللي دعمتنا، كل الاجيال الجميلة بتاع كلية صيدلة واخبارك دكتورة رحاب واخبارك ودكتورة رولا، في ناس اكيد واخبارك انا ما اعرفهاش، ولكن حضراتكم هتعملوا ريشي واخبارك للتعليم في قطاع الصيدلة وطب الاسنان واخبارك في مصر. يعني انا هنا بس هستأذن دكتورة اماني يمكن عشان مش اوير قوي بالصيدله، ولكن يعني اوير من اللي كان بيحصل عندنا ما حصلتش اول مره تحصل مثلا في تاريخ كليه الجراحين الملكيه ان هي تعمل السكند بارت اكزام بالام اف دي اس في الاسنان بره انجلترا او جلاسكو، ده اتعمل في عين شمس. اوكي هم جيت عمل في عين شمس هم لفوا كليات مصر، ولكن هم زي ديسايد، والديسايد ده مش عشان هم حابيننا يعني، لا الفكره كلها هم حطوا بارامترز طلبوا طلبات في شهر كانت متنفذه. الكلام ده ما كانش هيحصل الا اذا ما كان في مان باور واخبارك مؤهل فاهم هو اخبارك هو بيعمل ايه. طبعا في اجيال دكتوره بسمه دكتوره غاده الاعتماد الدولي ابتدى بفكره عابره، قلت انا ودكتوره غاده كده بنتمشى في الطرقه قالت لي واحنا ليه ما نقدمش على الاعتماد الدولي وكان لسه البروجكت مطروح وانتم طبعا لقطوه واخبارك فروم داي 1 واحنا كنا لسه فايت مع كان التاني مع حاسبات او السون حاجه زي كده، فقلت لها لا ده احنا وي ار فار بياند
قالت لا احنا وي كان دو، هم محتاجين 1 2 3 4 5، احنا عندنا من 1 لـ5 وعندنا 7 و8 و9. يعني ده بس فكره بريفنج، انا حبيت ان انا بس الموضوع السيشن يبتدي بهذا الشكل، فان هي الناس بتحس واخد بالك هي بتعمل ايه والتاثير. طول ما انت احيانا ما بتبقى جوه الحدث ما بتبقاش حاسس قوي انت بتعمل ايه، ما بتبقاش حاسس تاثير واخد بالك الموضوع اخباره ايه. يمكن بعد ما تخرج بصوره شويه لا واخد بالك بتشوف واخد بالك الصوره اوضح واخد بالك في بعض الاحوال. انا هنتهز الفرصه بس دي واقول لكم انتوا وحشتوني قوي وربنا يوفقكم ان شاء الله واخد بالك، ونتقابل واخد بالك في مناسبات سعيده دايما، هي دي ذيس ماي كومفورت زون. في حاجات برضه عشان كنا احنا كلنا فيها مع بعض ما كانش نيفر ايفر ما كانش ان احنا كانت ممكن تحصل الا بالتيم ورك، ودي فعلا النصيحه لحضراتكم جميعا، تيم ورك ذس فيري امبورتنت، وفي نفس الوقت لازم واخد بالك على طول باستمرار تبقى عيننا على الاجيال واخد بالك الاصغر، ان هم بيبقى عندهم واخد بالك بوتنشلز قويه جدا. كليه طب اسنان شكلها اتغير من الخريجي اللي هم من بعد 2001 او 2002، دي حقيقه واخد بالك، ولازم واخد بالك تتقال. ممكن يكون احنا عندنا الفكر بس ممكن ما يكونش عندنا الفيزيكال باور ان احنا يحصل فيه تشينج، والتغير ده خلاص ده شيء يعني تيمه العصر، لو ما فيش تغيير هتبقى استجنت في مكانك، يبقى انت بترجع لورا ما بتتقدمش. فبليز لكل الناس اللي هم ممكن يكونوا ليدرشيب، بليز الاجيال الشباب مش عايزين يعني تبقى شعارات، ولكن هو واقع، هم المايند سيت بتاعهم مختلف، عندهم افكار خلاقه محتاجه بس انها تتحط واخد بالك في التراك الصحيح. مش عايز اعطلكم، ان شاء الله يكون سيشن سعيد، انا هحاول اجي لكم كمان شويه بس هو يعني نظرا للضيوف وهنا وهنا هبقى اون واوف، ولكن اكيد واخد بالك هو هيكون سيشن قيم والناس كلها تستفيد ان شاء الله. شكرا يا فندم واسف اذا كنت عطلت. شكرا يا دكتور حسان. تمام ان شاء الله ان شاء الله. طبعا انا عايزه الاول اشكر دكتور محمد ضياء على ان هو اللي بدا هذا السيشن، ودايما يعني ربنا ما يحرمناش من الدعم بتاعه وربنا ما يحرمناش من وجوده في وسطنا الحقيقه. يعني انا عايزه ابتدي الاول اول سلوت هنتكلم عليها هيبقى دكتور كريم البطوطي ودكتوره بسمه جمال. طبعا انا بيسعدني ويشرفني ان انا بقدم زميلي العزيز واخي الفاضل استاذ دكتور كريم البطوطي، استاذ علاج الجذور ووكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب. ودكتور كريم هو عضو الكليه الملكيه للجراحين بجلاسكو المملكه المتحده، وحاصل على دبلومه التعليم الطبي بمؤسسه فيمر الدولية. طبعا برضو بيشرفني ويساعدني ان انا اقدم دكتورة بسمة جمال مدرس طب اسنان الاطفال بالكلية وموجه برنامج الساعات المعتمدة والحاصلة على دبلومة التعليم الطبي بمؤسسة فيمر الدولية وزميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بالمملكة المتحدة. التوبيك اللي هنتكلم عليه اللي هو انعقاد امتحان الجزء الثاني لزمالة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو المملكة المتحدة بالتعاون مع كلية طب الأسنان جامعة عين شمس. الامتحان بيتم داخل الحرم الجامعي اللي هو الـ MFDS exam part 2 of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow United Kingdom in collaboration with Faculty of Dentistry عين شمس University in campus exam. تفضل يا دكتور. مساء الخير على حضراتكم، اتمنى يا رب يكون ان شاء الله المؤتمر مؤتمر مثمر. وحقيقه بشكر كمان دكتوره داليا زميله الكفاح، دكتوره داليا ودكتوره مرام احنا زملاء بقالنا سنين، فبشكرك يا دكتوره داليا. النهارده الحقيقه احنا بنتكلم على مدار تو سيشنز، التو سيشنز دول بنتكلم فيهم على موضوعين، اللي هو موضوع ازاي نعمل امتحان ان كولابوريشن
مع انترناشنال انستيتيوت وازاي ان الموضوع مش مستحيل، صعب ولكن مش مستحيل. الحاجة الثانية ان احنا ازاي نعتمد او نمشي في سكة الاعتماد الدولي، والاعتماد الدولي بس مش لمجرد برنامج مستحدث جديد خاص، لا ده كمان اعتماد دولي لبرنامج الحكومي العادي اللي احنا بنسميه المينستريم او النظام العادي. والحقيقة يعني يمكن دكتور ضياء مش موجود دلوقتي، بس هي كانت فكرة دكتور ضياء، ويمكن انا كنت في الاول من الناس اللي مش متخيلة او معارضة ان احنا نخش نعتمد برنامجين مع بعض، ولكن هو اصر ساعتها ان احنا نخش في الموضوع ده. فالتو سيشنز الحقيقة هما بيكملوا بعض. بحب اقول فيهم بس ان مفيش حاجة مستحيلة، الكفاح والارادة والمتابعة توصل لاي شيء، وده كان شعارنا في الكلية في الست سنين سبع سنين اللي فاتوا. الحاجة التانية وكان ألمح ليها برضو الدكتور ضياء، هي تجهيز الأجيال اللي هتيجي بعدينا تشيل المسؤولية، وده باين حتى في الساشن بتاعتنا ان انا هخش اتكلم في جزئية صغيرة، ولكن الليدر بتاع التيم اللي قام بالموضوع هو اللي هيبريزنتد، وده طبعا شيء يشرفني ويشرف الكلية والجامعة. بتشاركني في البريزنتيشن الأولانية دكتورة بسمة جمال، التيم ليدر لي برنامج اللي هي امتحان الـ MFDS Part 2. الحقيقة الموضوع ابتدى بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ادى توجيهاته انذاك لوزير التعليم العالي بضرورة انعقاد امتحانات زي الامتحانات اللي بيسافر لها طلبة مصريين وبيسافروا لها ناس كتير من دول افريقية والعربية، ووجه بضرورة بداية انعقاد الامتحانات دي في مصر بالتعاون مع الجهات الاجنبية. الحقيقة بعديها على طول دكتور ضياء ادى توجيهاته وارشاداته ان احنا نبتدي نكون فريق عمل يقوم بالموضوع ده، وفعلا ابتديت اكون هذا الفريق اللي انا شرفت بالعمل معاه من يعني قامات كبيره في الكليه وخبرات عظيمه. كوننا هذا التيم وابتدينا الاجتماعات المتتاليه مع الكليه الملكيه بجلاسكو، والاجتماعات دي كانت الحقيقه ما بتوقفش، يعني في امتحانات اجتماعات فيزيكال كانوا بيجوا لنا يزورونا في الكليه واون سايد فيزيتس، وكان بشكل اسبوعي احنا بنجتمع معاهم اونلاين في زوم ميتينجز. حطينا معاهم التايم لاين، لان الشغل في الحاجات اللي زي كده ما ينفعش من غير تايم لاين، لازم تحط تايم لاين، احنا النهارده ايه، بكره هنعمل ايه، ده لازم يتظبط. بعد كده حطينا الاكشن بلان، وبعد كده ابتدينا نجهز الفينيو اكوردنج تو ذير ريكويرمنتس، ابتدينا نعمل فولو اب للاكشن بلان دي، ثم بعد كده عملنا الامتحان. التيم لما جينا نشكله، الحقيقه دكتور ضياء لما قال شكل التيم اشتغلت انا معاهم وشكلت التيم من خيره ست اعضاء تدريس في الكليه، دكتوره بسمه ودكتوره دينا ودكتوره ندى ودكتوره انجي نوح ودكتوره ياسمين خالد ودكتوره هند المسيري، دول كلهم ناس اسامي انتوا يمكن ما تعرفوهمش، ولكن هم قاموا بمجهود وشغل الحقيقه ما وقفوش لغايه لما الموضوع تم. فكوننا التيم وابتدينا ان احنا نشتغل. عملنا حاجه كانت مهمه جدا اللي هي زي بروتوكول كده اللي هو هنشتغل ازاي. فكان طبعا كان لازم نعمل الاكزام فورمات، الفريكوينسي، الاليجيبيليتي، التايم فريم، السيلبس، الكلام ده كله كان لازم يجهز في فاكت شيت، لازم كان يخلص، خلصناه. ثم بعد كده ابتدت اول زياره جات لنا من الكليه الملكيه في 19 جون 22. الزياره دي جات لنا واتفقنا فيها على ثلاثه بارامترز مهمين، ان احنا محتاجين يكون عندنا اكزامينرز من مصر، وهنعمل تريننج، رويال كوليدج تعمل لنا تريننج لنيو اكزامينرز يبقوا موجودين على ارض مصر، بحيث ان حبينا في اي وقت نعمل اكزام يبقى فيه سهوله في عمل الاكزام، وده من كليات مختلفه، يمكن
احنا بنتكلم ان حوالي الاكزامينرز اللي تم تدريبهم على هامش الامتحان كانوا حوالي 12 منهم 2 من عين شمس فقط، ولكن كنا مصرين تكون من جامعات مختلفه، لان قبل ما اتكلم على انترناشونال كوليبريشن انا مفروض ان انا يبقى عندي ناشونال كوليبريشن اصلا، يعني اكون متعاون مع الجامعات داخليا قبل ما افكر في التعاون مع الجامعات الخارجيه. فحبينا ان يكون الاكزامينرز من مختلف جامعات مصر. اللي حددنا كمان في الميتنج ده التريننج اللي احنا هنعمله والخطه المستقبليه اللي احنا هنعملها عشان ناخد خطواتنا، وكان من اهمها نفهم خريجينا ايه موضوع الامتحان، نحضر متطلبات الامتحان، وده اللي هخلي بقى دكتوره بسمه تكلمكم عليه. اتفضلي يا دكتوره بسمه. شكرا يا دكتور كريم. طبعا ابتدينا ان احنا نحدد الكانديديتس اللي هم ممكن يكونوا انترستد في دخول الامتحان. لقينا ان موست اوف ذا كانديديتس سواء كانوا خريجين طب اسنان عين شمس او اذر فاكولتيز ما عندهمش المعلومات الكافيه عن الامتحان. فالتيم اللي اتكون عمل فويس اوفر برزنتيشن. البرزنتيشن دي كان ديسيمينيتد ثرو اول الانترنت سيرفيسز في الكليه وراحت لكليات كتيره او جامعات ثانيه كليه طب الاسنان فيها عشان تشرح للطلبه وذر هم كانوا اندر جراد او في سنه الانترنشيب او حتى ايفن البوست جراديويت ستاديز هو ايه امتحان الزماله وايه شروط الدخول ليه وايه parts بتاعته و how to achieve success فيه. بعد لما عملنا البرزنتيشن دي كان لازم ان احنا نعمل survey based على البرزنتيشن عشان نعرف knowledge اللي وصل لها potential candidates بتوعنا ايه اللي وصل لها. عملنا electronic survey form. The electronic survey form was disseminated on a very big platform. وجهناه للpost graduate students, وجهناه للundergrads, وجهناه لطلبة الامتياز, وجهناه للdental faculty members as well. لأن كان في كتير من النواب عندنا interested to know how إن هما يحصلوا على زمالة الكلية الملكية. الصراحة جالنا very high response rate. أعلى response rate جالنا كان من ال internship students ثم ال undergrad followed by the staff members. لقينا إن most of them they want to hear more about this diploma. لقينا إن هم based upon the presentation اللي احنا حضرناها هم ابتدوا يعرفوا أكتر، فده أكد لنا إن الوعي أو إن احنا نعمل presentations تشرح الموضوع ده بيفيد في knowledge لدى الكانديديتس. وthey are over 95% are interested still to know more. Most of them are willing to sit for the MFDS exam. However, the main constraints كانت عندهم إن هي ال travel issues وال financial aspect. Results بتاعت السيرفي دي اتبعتت لل president of the Royal College, Mr. Mike McCurdy. وهم they offered لما لقوا ان احنا عندنا نسبه كبيره من الكانديديتس بتوعنا are willing to sit for the exam بس the only obstacle is the travel issues وجزء بقى الامبسيز والفيز والترافل فاينانسز. لقوا ان احنا they wanted to offer us a webinar. عملوا فعلا free webinar for all the potential candidates اللي احنا جمعنا الداتا بتاعتهم عشان يشرحوا اكتر من هناك للطلبة بتوعنا أو للكانديديتس الانترستد على السيلابس, how to study, how to succeed, MFDS part 1 عبارة عن ايه, part 2 عبارة عن ايه, and how to apply for this exam وايه الادفانتجز بتاعت الاكزام ده whether في United Kingdom أو in Egypt. بعد كده طلب مننا ودي حاجه الصراحه استعنا بيها بكليه الصيدله وطلبت كليه الصيدله ان احنا طلب مننا احنا كعين شمس ان احنا نحضر لهم البيشنتس لان امتحان الام اف دي اس بارت 2 ده سيميوليشن لكلينيكال كيس ولكن الكلينيكال كيس مش زينا هو عيان حقيقي لا هم اكترز بيمثلوا الكيس
وده كانت اول مره الحقيقه نتعرض لحاجه زي كده. فروحنا لطلبه صيدله لان قالوا لازم الاكترز ما يكونش ليهم علاقه باسنان ولا عارفين اي معلومه عن اسنان. فنقينا طلبه كتير مشرفين من صيدله، ابتدينا ان احنا نعمل لهم انترفيوز ونشوف مين اللي هيبقى كيبل ان يقعد معانا وقت الامتحان. ابتدينا ان احنا ناخد من الجمعيه من الكليه الملكيه ناخد منهم مودلز للكيسز وسيناريوز وندرب البيشنتس بتوعنا اللي هم طلبه كليه صيدله ونعمل زي موديلنج للاكزام. وبعد لما اتاكدنا ان هم اتدربوا مره واثنين وثلاثه معانا احنا كالتيم اللي موجود في مصر، ابتدينا ان احنا نعمل زوم ميتينجز وبداوا اعضاء الرويال كوليدج يتفرجوا على اداء الاكترز. والصراحه كانوا منبهرين بالاداء بتوع الطلبه بتوع الصيدله في ازاي قدموا الكيس الدنتل مظبوط بحذافيرها زي ما هم طالبين، ولا معلومه اقل ولا معلومه اكثر. فالحقيقه كانت تجربه فيري سكسسفل، الطلبه اتبسطوا جدا بتوع صيدله، قضوا معانا فتره حلوه. اعضاء الكليه الملكيه اتبسطوا جدا من اداء الستودنتس بتوعنا واشادوا بيهم وقالوا ان هم محتاجينهم في اي امتحان بعد كده. دي كريستين جودويل، دي الدين اوف ذا فاكولتي اوف دنتستري في رويال كوليدج، ودي صور الاكترز اللي هم تفضلوا جم معانا من كليه صيدله. طبعا الاكترز دول كان لازم ان هم يعملوا حاجه اسمها confidentiality form، ودي اخذناها من الرويال كوليدج ووضحناها للاكترز لان الامتحان كان لازم يبقى فيه complete secrecy للمودلز اللي هم بيمثلوها الطلبه، فبالتالي they have to sign a confidentiality report to maintain the confidentiality of the exam. بعد كده احنا طلبنا من الرويال كوليدج ان يبقى في تريننج لايجيبشن بيرسونال عشان دول يبقوا ليتر اون اكزامينرز، لان برضو الرويال كوليدج عايزه تقلل الفاينانسز لما تيجي تعقد امتحان في مصر ان يكون في اكزامينرز من البلد اللي هي فيها، وده بيتطبق في هونج كونج وفي اماكن اخرى الرويال كوليدج عامله معاها كولابوريشن. فبدأنا ان احنا نمرن ترينيز عندنا، مررنا في تلك المره 12 نيو اكزامينر منهم اثنين من كليه طب الاسنان جامعه عين شمس، والتدريب اخذ يوم كامل، وفي النهايه حصلوا على السيرتيفيكيشن ان هم بقوا كده assigned as an examiners للرويال كوليدج exam on the next diet اللي يتعمل في مصر ان شاء الله. بعد كده ابتدينا ان احنا نتكلم في الفانيو. الصراحه الرويال كوليدج كان عندها very strict specifications للفانيو بتاعنا، واتطلب مننا حاجات معينه تتعمل في تايم لاين قليل. طلبوا مكان يضم 10 examination rooms، كل examination room دي تكون فيها ديسك، تكون فيها two chairs، تكون فيها مكان للبيشنت اللي هو الاكتر، تكون في كل كانديديت كل اكزامينيشن اريا فيها ويتنج روم، فيها تو ريست رومز، وتكون في اوضه للاكترز اللي هم هيقعدوا مع الاكترز قبل الامتحان، ويكون في اوضه للاكزامينرز عشان يعملوا بريفنج ودي بريفنج للاكزام بيفور اند افتر، بلس ان هم لوكبل بليسز عشان تو كيب ذير ستاف سواء كانوا الاكزامينرز او الكانديديتس. احنا كان عندنا موديل لحاجه شبيهه من اللي هم عايزينها في الكليه عندنا، ولكن ما كانتش الايدنتيكال اللي هم عايزينها. فدكتور ضياء الصراحه وقتها كان لسه العميد عندنا قال لنا احنا هنحقق الموضوع ده في اسرع وقت ممكن. ابتدينا ان احنا نشتغل دكاتره سنان، وشويه بقينا نشتغل عمال بنكسر وبنقف مع الناس، ولا احنا عايزين نفتح باب هنا، لا عايزين نبني شباك هنا، لا عايزين نعمل ايه. وفعلا في خلال الشهر احنا عملنا اللي هم طالبينه بالظبط، ولكن هم فيري ميتيكلس اضطروا ان هم يبعتوا لنا وفد تاني عشان يتاكد من السبيسيفيكيشنز اللي احنا عاملينها مطابقه للي هم عايزين. ده شكل اللي احنا وصلنا له. احنا وفرنا تو كلينيك ارياز، كل كلينيك اريا موجود فيها من 5 ل 10، كل كلينيك اريا فيها 5، فان توتال 10
examination rooms. زودنا كمان عليهم اتنين فبقى عندنا in total 12 examination rooms. ال examination room دي كانت فيها ال desk, ال specification, ال chairs, ال dental unit. كانت حطينا monitors عشان ننقل كل اللي بيحصل في الأوض دي live في ال admin room اللي هي فيها ال manager بتاع الامتحان اللي جاي من قبل ال Royal College. عملنا restrooms في كل عيادة male and female restrooms. وعملنا البريفنج روم للإكزامينرز والأكترز روم اللي بيقعدوا فيها. أهم حاجة كانت عندهم إن السايكل الكانديدتس لما تخش ما تقابلش بعضها تاني، فاضطرينا إن إحنا نفتح بابين، الباب الانتري يبقى باب تاني غير الأكزت، فبالتالي الطالب اللي داخل هو ما يشوفش by any means الطالب اللي طالع عشان ما يحصلش أي مشكلة في الconfidentiality of the exam. و it's good to know إن هم بيعملوا الامتحان ده في كذا بلد اللي بينقوها at the same time، يعني إحنا كنا بادئين الامتحان في نفس الوقت الامتحان هو بيتعمل في هونج كونج، هو بيتعمل في جلاسكو، كله شغال at the same time بيبلغوا بعض. كل ده to maintain the confidentiality لأن هو exam واحد. طبعا ده بعد لما جم وشيكوا على الفانيو وتأكدوا ان احنا we did all the specification، تم بقى امضاء الإقرار بالموافقة على الفانيو agreement من قبل الإدارة لكلية طب أسنان جامعة عين شمس مع الرويال كوليدج، and we successively signed the agreement to conduct the exam in March 2023. انعقد الامتحان في March 2023، استقبلنا 25 candidate. اول candidate group هما بيقسموا ال candidates on two groups، اول cycle كان فيها 13 candidate، تاني cycle كان فيها 12 candidate. بعد كده بيبقى في examiner briefing عشان يشوفوا كم طالب نجح في الامتحان وكم طالب تخلف عن الامتحان. جالنا كم examiner؟ احنا جالنا 10 examiners من Royal College، اوكي؟ وال 25 candidate اللي امتحنوا كان منهم 19 Egyptian candidate والباقي كانوا of different nationalities. دي صور أثناء انعقاد الامتحان وأثناء التور اللي حصلت داخل الكلينيك أرياز اللي احنا جهزناها عشان ينعقد فيها الامتحان. طبعا جزء السوشيال عملنا لهم good tour in Egypt. They visited the pyramids, the Nile, والسيتادل. والحقيقة الفيدباك كان very promising. هستأذن دكتور كريم هيقول لنا الفيدباك اللي حصل بعد الامتحان. Thank you. الحقيقة طبعا بعد الامتحان احنا كنا خسرانين خالص، ما كناش طبعا متوقعين او ما كناش قادرين نحس بايه اللي بيحصل، لان كان ارهاق زي ما حضراتكم شايفين. بنتكلم من بداية الاول فيزيكال فيزيت 19 جون 22، بنتكلم ان احنا كنا في مارش 23 شغل اسبوعي. فالحقيقة احنا بعد ما خلصنا الامتحان حصل كذا فيدباك. اول فيدباك ان احنا طبعا جالنا جواب، والحقيقه هو بعت لي انا الجواب انا شخصيا، ويمكن انا يمكن اكون اقل واحد اشتغلت، بس جالي الجواب زي ما حضراتكم شايفين هو جواب يعبر عن شكر الكليه الملكيه وعلى كفاءه الامتحان وحسن سيره. طيب الناس دي بتعمل الجوابات دي كده وخلاص؟ لا، هو في الاخر كانوا عاملين ريبورت ده طالع من دانيال جلودويل اللي هي الدين بتاع الفاكولتي اوف دنتال سيرجنز، والكونكلوجن والريكومنديشن اللي كانت طالعه في الريبورت اللي كان مكون من 6 صفحات ديتيلد بيتكلموا عن كل لحظه في الامتحان، حتى الكيترنج اللي احنا قدمناه كانوا بيتكلموا عليه. في الكونكلوجن قالوا ايه؟ قالوا ان الاكزامينيشن held at ACU was very successful. ده اللي كان اتقال بريفلي. طبعا الكونكلوجن كبيره، ولو شفنا السلايد اللي بعديها الريكومنديشنز احب بس استاذنكم ان انا اقراها لان ده تعب فتره طويله. It's our recommendation that we continue to operate the MFDS Part 2 examination from the Dental Faculty of Ain Shams University in Cairo. The venue is entirely suitable. كانت لسه بتتكلم عليه دكتوره بسمه اللي قعدنا نشتغل فيه بايدينا
مع الإدارة الهندسية وبعد موافقات الجامعة السريعة. The actors appropriate and the team worked in partnership with the college, making everything seamless. وهنا بيقصدوا ان التيم ستاف ممبرز بتاعت طب اسنان عين شمس اللي اشتغلوا معاهم كانوا فعلا everything was going smoothly. The college would like to work with the ACU to finalize a simple host venue contract, clearly stating the services of the host venue and the services provided by the college, and agreeing any financial recompense. The college would like to begin work to develop the market for the FDS Part 2 examination in the future, working with the college international advisors, Ain Shams University, and the newly trained examiners. عايز أقول إن هو مفيش حاجة مستحيلة. هو بتبقى فكرة وساعات بتبقى فكرة صعبة إنها تتنفس، ولكن مفيش حاجة مستحيلة. وفي الآخر الحقيقة أنا أحب إن أنا أشكر التيم اللي اشتغل والناس اللي اشتغلت معانا، وشكر واجب لدكتور ضياء الحقيقة، لأن دكتور ضياء كان عميد الكلية آنذاك وكان فعلا totally supportive، ما بيسيبناش، ما بيسيبش أي احتياج لينا كنا بنحتاجه. بشكركم لحسن استماعكم، وأتمنى يا رب أن يكون المحاضرة عجبتكم، في انتظار أي أسئلة. شكرا. Thank you so much Dr. Kareem and Dr. Basma for your efforts and your nicely presented work. الحقيقة الموضوع الثاني هو برضو دكتور كريم، بس المشاركانة معايا في الموضوع أستاذ مساعد دكتور غادة عبد الفتاح. بيسعدني ويشرفني أن أنا أقدم دكتورة غادة، يا أستاذ مساعد التركيبات السنية المثبتة بكلية طب الأسنان ومنسق برامج الدراسات العليا، ودكتورة غادة حاليا يعني ongoing في مرحلة الدراسة للحصول على دبلومة التعليم الطبي بمؤسسة فيمر الدولية، وهي اوريدي حاصلة على دبلومة جودة الرعاية الصحية من الجامعة الأمريكية في مصر. فشرفونا التوبيك إن شاء الله اللي هنتكلم عليه، اللي هو الاعتماد الدولي لبرامج مرحلة البكالوريوس بواسطة منظمة أكاس الألمانية، أو الانترناشنال أكريديتيشن of undergraduate programs by ACAS organization for accreditation Germany. طبعا يعني زي ما ابتديت الكلام، احنا كان عندنا احلام كتيره. احنا النهارده جايين بندي مثالين بس من الحاجات اللي حققناها، ومثالين ينطبقوا على الانترناشنال كولابوريشن. في الانترناشنال كولابوريشن ما كانش بس مجرد التيم المسؤول والليدر بتاعه اللي هي دكتوره غاده هو اللي قام بالشغل. احنا الكليه كلها قامت بالشغل الحقيقه، الكليه كلها كان على قلب رجل واحد. انا كان حلمي الشخصي ان انا كوكيل كليه شؤون تعليم وطلاب ان انا اعتمد برامجي، وكان سعاده غامره عندي يوم ما دكتور ضياء كلمني وقال لي تعالى احنا عايزين نعمل اعتماد للبرامج الدوليه بتاع البرامج الطلابيه بتاعتنا الاندرجرادز. طبعا اي اعتماد دولي بندور من وراه على ريكوجنيشن، احنا وي نيد تو بي ويل ريكوجنايزد. لسه كنت خارج مصر، لا، كليه طب اسنان جامعه عين شمس كليه معروفه، ابتدت تتعرف اكتر. الاعتمادات الدوليه، الامتحانات، الانترناشنال كولابوريشن هو اللي بيعرفنا بره اكتر. لما احنا نبقى ويل ريكوجنايزد ده بيرفع حاجات كتيره جدا في الكليه، منها الرانكينج. اي اكريديتيشن هو بيديك شفافيه لمعرفه الامور اللي عندك صح ولا غلط، ما تبقاش قاعد محلك سر. ما احنا برضو قعدنا سنين طويله ما بنغيرش مناهج، ما بنغيرش حاجه، او فاكرين ان مناهجنا وحشه، which is على فكره هي فكره غلط. احنا مناهجنا كويسه، هي محتاجه بعض الموديفيكيشنز. الاعتماد الدولي هو بيعتمد البرنامج بتاعك العلمي كما هو، يمكن بيخش في حاجات معينة، ولكن بيدور، وده كان الكلو، بيدور على
خدمات معينة بتقدم حوالين البرامج. ما كانوش بيعتمدوا بس البرنامج ككريكلم، ولا كانوا بيعتمدوا الساعات ولا كلام ده، بس دخلوا في كل حاجة. دوروا على الوحدات التي أنشئت، وعلى القياس والتقويم، وعلى تطوير التعليم، وعلى أبحاث الطلاب، حاجات كتيرة جدا لو قعدنا نتكلم فيها. حتى الدروب اوت ريت، كل ده هم كانوا بيدوروا عليه. الطلبة اللي بيسقطوا دول بيروحوا فين؟ عايز اقول ان الشفافية اللي انت بتاخدها من الاكريديتيشن بتخليك تشوف نفسك صح. الحلو عندك شفته حلو، والوحش شفته وحش عشان نغيره. حاجة التانية ان الفرايتي اللي موجودة ما بيننا، او الشيء الاختلافات اللي موجودة ما بيننا دي، بتفرق معانا جدا ان احنا نكرييت بروجرامز. كرييت بروجرامز، البروجرامز دي تمشي انترناشونال. يعني انا عندي طلبة بيتخرجوا من الكلية بيسافروا ألمانيا وإنجلترا. طول ما احنا البروجرامز بتاعتنا قريبة من الفكر بتاعهم، كل ما بيبقى فيه سموث ترانزيشن للطالب بتاعي وتوجهه هناك. ويمكن غادة تفتكر لما جات لي أول مرة، فاكرة غادة لما جينا اتكلمنا على الترانسكريبت وقلتي لي إن احنا الترانسكريبت بتاعنا بعيد خالص، بيترفض بره. محتاجين نعمل، كان اسمه ايه غاده فكريني بيه؟ دبلوما سبلمنت. Yes. تمام. اشتغلنا عليه وطورناه وعملناه، واصبح دلوقتي عندنا ترانسكريبت او دبلوما سبلمنت او محتوى علمي الطالب بياخده ويطلع بيه على المانيا على طول، او على اي دوله في دول اوروبيه بيقبل كما هو. الاول كان بيترفض، بيرجعوه للولاد تاني. الانترناشنال اكريديتيشن بيعمل لك شكل من الاشكال، حاول اسهل عليكم، البنش ماركينج. انت بتحاول تشوف انت واقف فين، انت بالظبط في اني حته. وزي ما قلت لكم، انا دايما بتكلم في اني حته، ما بتكلمش انت وحش ولا حلو، لان فعلا اكتشفنا وفي خلال شغلنا ان احنا كويسين جدا، مش عشان الحاجات الجديده اللي كنا عملناها، حتى ايفن الكريكولومز بتاعتنا بلاش، الطلبه بتوعنا كانوا مبهرين. السيشن اللي قعدوها مع الطلبه كانت مبهره. احنا عندنا طلبه متميزين، ولادنا شاطرين وكويسين. السلف براندنج، ان انا اقدر اعمل لنفسي براند معروف عالميا، ده هيحتاج حاجات زي اللي احنا بنتكلم فيها. الاكريديتيشن جيرني ابتدت نمبر 1 ان احنا اخترنا المؤسسه اللي هنشتغل معاها، وبعد كده حضرنا للاعتماد، ثم عملوا السايت فيزيت، ثم في الاخر حصلنا على الاعتماد الدولي. التايم لاين، وهسيب الدكتوره غاده من بعديها تتكلم. ابتدى 21 بالانيشال ورك شوب، 22 عملنا الابلكيشن اوف دوكيومنتس، 23 في ماي عملنا السايت فيزيت، اخذنا في ديسمبر 23 اكريديتيشن. وهنا هسيب الدكتوره بقى غاده تكمل شغلها اللي هي عملته وتعبت فيه. اول حاجه ابتدينا بيها هي اختيار الاكريديتيشن ايجنسي او الاكريديتيشن بودي، وده اعتمد على اول حاجه ان احنا رجعنا لنقائي، رجعنا للاكريديتيشن سايت الناشونال، ابتدينا ناخد منهم كايند اوف نوع من انواع الجايدنس على ايه الايجنسيز اللي هتبقى انترستد بالنسبه لهم، وهم ادونا ان احنا نخش على الويب سايت دوت بتاع الانترناشونال نتورك اوف كواليتي اشورنس ايجنسيز في الهاير اديوكيشن. الحقيقة دوت في نقائي واحد منهم وكذا ايجنسي تانية، اخترنا منها اكاس اللي احنا اشتغلنا عليها. بالنسبة للاكريديتيشن ايجنسي اللي احنا اشتغلنا عليها، هي اكاس اكريديتيشن ايجنسي، هي اندبندنت اورجانيزيشن تابعة للجيرمن اكريديتيشن كونسل، وتابعة كمان لليوروبيان اسوشيشن فور كواليتي اشورنس في الهاير اديوكيشن، وكذلك لليوروبيان كواليتي اشورنس ريجستر فور هاير اديوكيشن، وهي فول ممبرز وليستد في الاثنين دول، وهي بتتبع الكواليتي اشورنس جايد لاين بتاعه اليوروبيان هاير اديوكيشن اي اس جي.
الجيرني بتاعتنا ابتدت بالpreparation بتاعت الaccreditation procedure. بعد كده عملنا application للdocuments بتاعتنا وجالنا فيها decision ان هم ياخدوا الستيب بتاعت الaccreditation بتاعتنا او يبتدوا الaccreditation procedure. بعد كده ابتدى السايت فيزيت في اليونيفرسيتي واخر حاجه كانت الكومبليشن اوف ذا بروسيجر. بالنسبه للستبس, الستبس دي اتبعت لنا من اول حاجه خالص. اول حاجه كان في عندنا بري بروسيجر ستبس, ودي كانت عباره عن اونلاين وركشوب, وعملنا الكونتراكت مع الايجنسي. الاونلاين وركشوب وضحوا لنا كل البروسيجرز الموجوده هنا وازاي ان هي هتمشي والتايم لاين الاكسبكتد. طبعا حصل شويه تعثرات في التايم لاين نتيجه الكوفيد واللوك اب الكتيره, بس ات دي اند التايم لاين كان موجود من الاول كستبس. الستبس بتاعت البروسيجر نفسها, اول ستبس اللي هي البريباريشن اوف الاس اي ار سيلف ايفالويشن ريبورت, وهما ديت الدراسه الذاتيه. هما اعتمدوا فيها على نقط معينه طلبوها منا, وهي دي كانت الكور اللي احنا ابتدينا عليها البروسيس بتاع الاكريديتيشن بتاعه. بعد كده وصلنا الدراسه الذاتيه ديت, جالنا انيشال فيدباك عليها وجالنا ريبورت على الدراسه الذاتيه, وبعدين تم تعيين البانل اوف اكسبرتيز او الناس اللي هي مسؤوله على الاعتماد اللي هتيجي. وديت بتبقى لجنه مكونه من اربعه من اساتذه او من المتخصصين في المجال, والاربعه واحد فيهم بيبقى ستودنت. والحقيقه ان هم بعتوا لنا اللجنه دي بوقت كافي لو في اي تعارض سياسي او شخصي بين اي حد من البانل اوف اكسبرتيز. وبعد كده لما توافق عليها من عندنا ومن عندهم ابتدينا السايت فيزيت. وبعد كده خدنا through the site visit a verbal feedback, وبعد كده كان عندنا الريبورتنج. الريبورتنج كان على مرحلتين, اتبعت لنا الريبورت الاول واتبعت لنا وقت للتظلم لو في اي حاجه مش واضحه في الريبورت, وبعد كده بعد الفايناليزيشن ابتدينا الديسيجن مع الستاندنج كوميشن. والحقيقه الديسيجنز هم قالوا لنا من الاول ان هو دايما بيبقى واحد من اربعه, يا اما بيبقى عندي unconditional acceptance, والحقيقه دي كانت بتبقى 10% وعاده بتبقى في اليوروبيان يونيون universities, او conditional acceptance, او ان هو بيدي postponing للaccreditation for a period of time لغايه ما حاجات معينه تحصل, او ان هو بيرفض تمام. البريباريشن بتاعت الاكريديتيشن زي ما قلنا احنا اعتمدنا على الاكاس جايد لاينز فور انترنال اللي هي بتعتمد على الاي سي جي. وكان اهم حاجه في الموضوع دوت ان البروجرام يبقى رانينج اكوردنج للاي سي جيز ديت, وهو المهم عنده مش ان هو الدوكيومنتس موجوده, لا ان هو يشوف ان على ارض الواقع ان البروجرام از رانينج اكوردنج تو ذيس ستاندردز اللي هو حاططها. والكريتيريا بتاعتهم او الانديكيتورز كانوا سبعه, السبعه دول هم اللي بنوا عليهم الريبورت والسايت فيزيت بتاعي. الحقيقه هم كانوا عباره عن الكواليتي اوف ذا كريكولم, البروسيدجر اوف كواليتي اشورنس, ليرنينج وتيتشنج اسسمنت اوف ذا ستودنتس. وهنا زي ما حضرتك شايفين الكريتيريا بتهدف دايما للرننج بتاع البروجرام اكتر منها للدوكيومنتيشن, والستودنت ادمشن بروجريشن ريكوجنيشن وسيرتيفيكيشن, الليرنينج بروسيس والريسورسز بتاعت الستودنت والبابليك انفورميشن. الحقيقه كل ده كان عندنا وحدات لكل حاجه, وديت حاجه دكتور كريم ودكتور ضياء صعوا اليها من اول الفترات اللي فاتت, ان هم شافوا كل اليونتس انكلودنج الالومناي انكلودنج اللي هي كل حاجه بتتعلق بالستودنتس, الادمشن بتاع الستودنت بروجريشن, حتى الدروب اوت ريت, الستودنتس اللي دروب اوت بيروحوا فين, كل الكلام ده كان الستاندرز اللي احنا اعتمدنا عليه. بعد كده السايت فيزيت بتاعتنا, الحقيقه السايت فيزيت بتاعتنا كانت على مدار ثلاث ايام, كانوا متقسمين في الثلاث ايام لحاجات معينه هي جات لنا بيها السايت فيزيت بلان بتاعتهم. اول يوم كان عن المانجمنت, وهو هنا اهتم بالابر مانجمنت اللي جوه اليونيفرسيتي as well as المانجمنت بتاعه الكليه. يعني هو اهتم ان يبقى عنده سايت فيزيت جوه الجامعه نفسها وغير السايت فيزيت اللي في الكليه.
تاني يوم كان مع التيتشنج ستاف ومع الستودنت ومع الليبر ماركت، والحقيقه كانوا مع التيتشنج ستاف والستودنت والليبر ماركت ات واز امبرسنج، وبالذات الستودنت، والحقيقه وان اوف اور ستودنت واز امبرسنج انف ان هي قدمت عندهم على زي ريسيرش بروجكت، والحقيقه هم اخذوها. فالحقيقه الثري سايت فيزيتس وير فيري successful. اخر يوم كان تور انسايد ذا فاسيلتي، وكان فيها البريفنج بتاع الريبورت بتاع الفيزيت نفسها. ديت صور من الفيزيت في قصر الزعفرانه عند الاي هاب والليبر ماركت وجوه الكليه. وطبعا كالعاده عندنا سوشيال ايفنت داي، وده برضو احنا كان ا فيري شورت داي في الاهرامات وفي متحف الحضاره. وانتهى الموضوع ده كله الحمد لله يعني بالاكريديتيشن. هيا هم عملوا لنا اكريديتيشن كونديشنال فور 6 ييرز، والاكريديتيشن دوت للتو بروجرامز بتوع الاندر جراديت بتاعتنا، المين ستريم والكريديت اور سيستم. ونحب نشكر كل التيم اللي شارك معانا، والحقيقه احنا ما قدرناش نحصر اساميهم، لان فعلا زي ما دكتور كريم قال احنا ما اعتمدناش على شخص او شخصين، احنا فعلا عملنا كولابوريتيف ورك بين كل كليه، ما فيش حد ما اشتغلش معانا من اصغر حد خالص حتى الطلبه، وي وير هاند تو هاند لغايه ما قدرنا ان احنا نوصل للموضوع ده. ثانك يو. Thank you so much, dear Dr. Karima and Dr. Ghada, for the presented work, which is considered الحقيقة يعني حاجة iconic بالنسبة للكلية عندنا، يعني وإن شاء الله يعني لمزيد من التطور يعني في الموضوع ده. أحب أشكر دكتور كريم، دكتورة غادة، دكتورة بسمة for the nice presentation. طبعا احنا كلنا بنصر ان الموضوع كان فكره وكان حلم بالاصح في الاول، ولولا دعم دكتور ضياء واداره الكليه كلها متمثله في دكتور كريم كمان كوكيل الكليه ودكتور رامي ماهر، ما كناش وصلنا اللي احنا فيه. وان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض، والخطوه جايه اعتماد البوست جراد ستاديز او الدراسات العليا باذن الله، بنحلم بكده، وكولابوريشنز اكتر مع جامعات دوليه اكتر ان شاء الله. طول ما احنا مع بعض والكليه كلها شغاله مع بعض من اصغر نايب لاكبر للعميد شخصيا، فان شاء الله الاحسن قادم باذن الله. شكرا جزيلا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نيابه عن كليه صيدله جامعه عين شمس، بحب اشكر استاذ الدكتور محمد ضياء والاستاذه الدكتوره غاده فاروق على المؤتمر والقائمين على المؤتمر. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على نموذج ناجح للبارتنرشيب في كليه صيدله جامعه عين شمس. في الحقيقة احنا عندنا نموذجين ناجحين. اول حاجة كان البارتنرشيب مع الـ ACPE اللي هي الـ Accreditation Council of Pharmacy Education، اللي هي هيئة الاعتماد الدولية اللي بتعتمد كليات الصيدلة في أمريكا، واشتغلنا على الموضوع ده على مدار سنتين بدءا من 2021 لغاية لما حصلنا على الاعتماد في 2023. كنا أول كلية صيدلة حكومية تحصل على هذا الاعتماد، وزي ما دكتور كريم قال ميزة الاعتماد الدولي هو الريكوجنيشن، وفعلا ابتدى يجيلنا إيميلات كتير من انستيتيوتس خارجية بتطلب التعاون معانا. طبعا ده حصل بتيم وورك كبير جدا من الكليه، وكان على راسهم مجموعه احنا كنا مسمينها الاي سي بي اي تيم، اتشكلوا بعنايه، اخذوا دورات كتير جدا من الاي سي بي اي على مدار سنه ونص عشان يتم تاهيلهم ان هم يقدروا يقودوا العمليه دي. النموذج الثاني للشراكة الانترناشنال كان برضو ما بين الكلية وثلاث جامعات أوروبية وخمس جامعات من مصر، من ضمن مشروع الإيراسموس بلس.
الشراكة دي كان الهدف منها ان احنا نعمل post graduate program في الاميون موديوليشن. البروجرام اسمه IM Cert Program، هي professional diploma. التلات جامعات الأوروبية كانت جامعة لوريان في فرنسا و University of Athens في غريس ولايبزيغ في ألمانيا، والجامعات المصرية كان إحنا من جامعة عين شمس وجامعة الأزهر وجامعة القاهرة وجامعة دمنهور وجامعة أسوان. طبعا بنتهز الفرصة دي إن أنا أشكر كل التيم اللي كان قائم على البروجكت دوت، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق، هو كان البي آي من عين شمس للبروجكت ده. كنا نتمنى إن هو يكون معنا ويبريزنت، ولكن هو حاليا في ماليزيا. هيكون معنا عشان تبريزنت اللي حصل في البروسس دي كلها الدكتورة شريهان جلال، وهي الكو بي اي للبروجكت. فاحب ان انا اعرف الدكتورة شريهان لحظة. دكتورة شريهان جلال طبعا يعني انا شهادتي فيها تبقى مجروحة، هي شخصية ناجحة جدا جدا عندنا. هي استاذ مساعد البايو كيمستري في كلية الصيدلة جامعة عين شمس، والاكاديميك كوردينيتور اوف انتربرنورشيب اند انوفيشن سنتر ات فاكولتي اوف فارماسي عين شمس يونيفرسيتي. وزي ما قلت لحضراتكم هي الكو بي اي بتاع الاي ام سيرت بروجكت، وهي الاسوشيت تي او تي سيرتيفايد ترينر فروم اي بي سي تي، وشي بريزنتد ان سيفرال ناشونال اند انترناشونال كونفرنسز، واورجنايزر لورك شوبس في المؤتمر بتاع افريكا هيلث اكسن. وطبعا بنرحب بيها. اتفضلي يا دكتوره شريهان. Dear eminent professors and distinguished guests, it's my honor to present in front of you today in this highly prestigious conference. I would like to thank the conference organizing committee, the eminent chairpersons, and Professor Dr. Ameni Osama, the faculty dean, for giving me the opportunity to present this Erasmus Plus International Joint Project, the IM Cert Diploma. Here is an outline of the topics that will be addressed in this presentation. The IM Cert project overview, objectives and collaborators, the IM Cert work packages with particular emphasis on the development of human competences, development of IM Cert curricula, establishment of teaching and learning centers in each of the participating Egyptian universities, quality assurance, which was the responsibility of Ain Shams University in this project, followed by the validation and accreditation of the IM Cert by law, and finally the impact and the added value of this project on the participating Egyptian universities. The IM Cert diploma, or the immune modulation certificate for postgraduate students enabled by blended learning, is a capacity building joint project in the field of higher education funded by Erasmus Plus program of the European Union under the given reference number. The project duration was 3 years, starting from 15th of Jan 2021 till the 15th of Jan 2024. This project involved the collaboration between Egypt and three European countries, which were Germany, France, and Greece. Regarding the IM Cert collaborating universities from the participating countries, we have five Egyptian partners: Al-Azhar University, which are the PI of the project, Ain Shams University, Cairo, Dammamur, and Aswan universities. The three European partners are the University of Leipzig from Germany, Lorraine University from France, and National and Kapodistrian University of Athens from Greece.
The aim of this IMSO project is the development of educational and training program concerning immune modulation, monitoring and intervention due to specific exposures to different climate change, poor hygiene, exposure to infectious diseases, particularly with the breakout of the COVID-19 pandemic, pollution, food and water contamination, and others that are involved in the incidence of diseases of high concern in Egypt in collaboration with European partners. Objectives of this project is to develop an interdisciplinary blended training program leading to a postgraduate diploma in immune modulation of 60 European credit hours, bridge the gap between academia and community in facing immune disorders due to environmental challenges, build the capacity of staff educators in both academic and technical competences to contribute to the developing, implementing and evaluating the immune modulation training program, build the capacity of the postgraduate students through having certified professional diploma, establishment of 5 teaching and learning centers in each of the participating Egyptian universities, support the collaboration in Egyptian universities in developing and teaching the curriculum, and also foster the research in the area of immune modulation, finally establishment of long-lasting communication channels with European universities. Coming to the IMSO project work packages, this project consists of 8 work packages as outlined here. All the participating Egyptian universities as well as the European universities shared the responsibility for the execution of all these work packages and the activities within each work package. However, each of the participating Egyptian universities had specific role in these work packages. The first work package was project preparation, communication and management with the responsibility of Al-Azhar and Aswan universities. The second was the development of human competences. It was the responsibility of Cairo University with the participating European partners, the development of IMSERT curricula, Al-Azhar and Ain Shams University with the European partners, establishment of 5 teaching and learning centers, it was the responsibility of the 5 Egyptian universities, small-scale implementation and large-scale implementation in Al-Azhar University was the responsibility of all the Egyptian universities. Quality assurance was the responsibility of Ain Shams University. Dissemination by the Manhoor University and the management by the Project Management Board. All these work packages were executed under the guidance of the European partners. Here is a work plan for the first year of the project. As we can see here, each work package consists of a number of activities that should be executed within a particular designated time as outlined in the project proposal. The first work package was project preparation, communication and management. It started with the kickoff meeting, followed by the consortium agreement plan, subcontracting, mapping stakeholders' needs, situational analysis through several surveys and questionnaires for the community, the postgraduate students and the academic staff. This was followed by the establishment of framework for competences and creating the project managerial bodies. Following this started the work package 2, which is the development of human competences. It started with the selection of members of educator selection committee, which was presented by one member from each of the participating Egyptian universities. This educator selection committee was responsible for interviewing and selection of 10 academic staff from each Egyptian university to have a total of 50 academic staff. This was followed by training of the academic staff and on IMSERT curricular designing and practical workshops. The third work package was the development of IMSERT curriculum, then the establishment of teaching and learning centers. As we can see here, that the quality assurance, which was the responsibility of Ain Shams University, it extended throughout the project from the first day of the project to monitor that all the activities have been executed according to the timeline of the work plan. This is the second year work plan. The most important was the small scale or piloting phase, which took place in Al-Azhar University. And again, Ain Shams University was responsible for monitoring all the completion of all of the activities of the second year. The third year of the project witnessed the completion of all the activities and the large scale implementation in Al-Azhar University. And here comes also the role of Ain Shams University in monitoring the execution of all of these activities.
Regarding work package 2 or the development of human competences, this work package involved training of the IIM cert staff educators, the 50 staff educators that are representing of the 5 Egyptian universities on curriculum designing and implementation through a number of workshops, including the development of human competences, IIM cert curriculum development and assessment tools in competence-based curriculum. This is together with a number of practical workshops, including Western blot, ELISA, a convention and real-time PCR, next generation sequencing, flow cytometry. All these workshops were conducted in National Cancer Institute in Cairo University. As we can see here, that the European partners have participated in delivering these practical workshops. In addition to training of the IIM cert staff educators, the building of human competences included also training of technicians from the participating Egyptian universities on different instrument tools, including ELISA, tissue culture, nucleic acid extraction, conventional and real-time PCR gel electrophoresis. We had 9 applicants from NCHAMS University who participated in this trainings at National Cancer Institute in Cairo University. Regarding the development of IIM cert curricula, after the situation analysis and the identification of the unmet needs, we started working in the development of the IIM cert curricula and course modules. This diploma involves a 1-year curricula divided into 2 semesters. The first semester contains 5 modules: basic immunology, biotechnology, comparative immunology, molecular biology, and public health. The second semester included 4 modules: clinical immunology, functional genomics, flow cytometry, and immunotoxicology, with a total of 60 European credit hours. These modules were, the modules description were discussed, refined, and modified in several consortium meetings and international meetings that were held together with European partners. The first one was at the National and Kapodistrian University of Athens in Greece. In this meeting, we discussed the module and curriculum development in details, and all the leaders of the different modules presented their modules. They gained feedback from the external evaluator and the different European partners. From NCHAMS University, we presented the functional genomics, biotechnology, and public health module. We were the leaders of these modules. The second consortium meeting was in France, in Lorraine University, in September 2022. In this meeting, we discussed the module's guidelines regarding overview, relevance to IIM cert, and the practical guidelines in details. And also all the module leaders presented the practical guidelines of each module, and these are the participants from the NCHAMS University in this consortium meeting. The third international meeting was in Leipzig University in Germany, and we discussed the first experience, the full implementation. This was after having the pilot phase in Al-Azhar University, where 50 postgraduate students representing the five participating Egyptian universities were enrolled in the pilot phase, and 3 course modules were delivered. We got the feedback from this pilot phase, and we discussed this in the meeting of Germany, and these are the representatives of NCHAMS University in this international meeting. In addition to the presentations of the different modules and the discussion on the module's implementation, we also had a number of scientific lectures from professors at German University, in addition to having tours in the different labs and the research facilities that are that were present in Germany. After the approval and the completion of the IIM cert modules, the European partners paid a site visit to Egypt, and this is their site visit to the Faculty of Pharmacy and NCHAMS University in Feb 2023, where 3 European partners visited Egypt: Professor Dr. Michel, the IIM cert external evaluator from Heidelberg University in Germany, Professor Dr. Oleg Zak from Leipzig University in Germany, and Professor Dr. Claude Lambert from Lorraine University in France. Actually, the European partners, they had the meetings with the faculty dean and the vice deans. Also, they had meetings with the IIM cert members, the faculty members, and the students who were enrolled in the pilot phase.
In addition to having a tour in the faculty of pharmacy central research lab, the drug discovery lab, and the animal facility. In addition to this, also they had a tour in the students and research labs of the microbiology and biochemistry departments. Also, two presentations were delivered during this visit, the up-to-date IMCERT and the equipment purchased at Ain Shams University. Professor Dr. Orlik Zak provided certificates of participation for Ain Shams University members who participated in the German meeting. The next work package was the establishment of five teaching and learning centers in each of the participating Egyptian universities. The aim of this teaching and learning center is to train the students of the IMCERT diploma on the different techniques related to the different modules taught in this diploma, and also to build and improve the capacity of the Egyptian universities in the field of immunomodulation research. Actually, the work plan for the establishment of the TLC was very long, starting with setting the technical specifications till announcing for the call of tender. And these are the set of the TLC equipment that were purchased in Ain Shams University. This included cooling centrifuge, carbon dioxide incubator, nanodrop spectrophotometer, ELISA reader, inverted microscope, light microscope, real-time PCR, and biological safety cabinet. And these are the devices that have been purchased in the Ain Shams University IMCERT lab at the Faculty of Pharmacy. All the devices have been installed at the IMCERT lab, and they are labeled with Erasmus Plus and IMCERT labels. Regarding the quality assurance, which was the responsibility of Ain Shams University, in addition to the participation in the execution of all of the work packages, the quality assurance was the responsibility of Ain Shams University, where the quality control monitoring team consists of the members of Ain Shams University together with the PI of Al-Azhar University and representatives from the European universities. The quality control monitoring team was responsible for monitoring and assessing all the activities, starting from the kickoff meeting, conducting the situational analysis, assessment of stakeholders' needs, conducting surveys, ensuring the quality of education, the practical workshops. All the activities of the project was carefully monitored by Ain Shams University, and all the completion of these activities was reported in 6 biannual progress reports, which were prepared and submitted to the European Union. All of these reports had a detailed description of the implemented activities, any delay in the execution of the activity, any challenges, and any measures taken to mitigate these challenges. Also, we were responsible for the preparation and submission of the IMCERT interim report, in addition to the participation in the preparation of the IMCERT final report. All these reports were revised by the external evaluator and submitted to the European Union and approved. In addition to this, the quality control monitoring team were responsible for the assessment of the full implementation of IMCERT diploma at Al-Azhar University, including the teaching all the theoretical and practical topics, having questionnaires to collect the students' feedback on the modules and the performance of staff educators, statistical analysis of the obtained responses, and all of this was reported in the module reports with an action plan to be considered for future implementation. Coming to the validation and accreditation of the IMCERT by law at Ain Shams University, this process involved a number of steps, starting from the approval of the final IMCERT curriculum after having all the feedback and remarks from the pilot study, followed by the approval from the Faculty of Pharmacy Council, approval by the Ain Shams University Council, and then by the pharmacy sector, and finally by the Egyptian Supreme Council of Universities and Ministry of Higher Education. Now we had earned the accreditation from the Supreme Council of Higher Education in September 2023, and Ain Shams University is ready for the implementation of the IMCERT diploma starting from the coming academic year. This is the IMCERT diploma by law approval committee, having the participating European partners. And this is the table of the modules that will be taught in the diploma and the corresponding credit hours. Finally, there was the final IMCERT management meeting in January 2024. And by this, we come to the end of this presentation. But before, I would like to have a note on the impact and the added value for the Egyptian universities from this project.
starting from the development of innovative interdisciplinary educational program with European collaboration that sets new standards in the field of immune modulation education, building the academic and technical competences for teaching in the field of immune modulation, training of the staff educators as well as the technicians, establishment of 5 teaching and learning centers in the Egyptian universities, collaboration with European partners greatly enriched the experience of the Egyptian partners and opened new avenues for international collaboration. Integration of the project members from the Egyptian universities in the implementation of the different activities of the work packages provided novel opportunities for collaboration, including posting research in immunology, the establishment of IMCERT project official website, the development of the e-toolkit, and the preparation of educational materials for the community. I would like to thank all the members of NCHAMS University who participated in this project, starting from Professor Dr. Khaled Abu Shanab, the ex-vice dean for postgraduate studies and research affairs at the Faculty of Pharmacy. He was the NCHAMS University coordinator, or the PI. And these are the list of the IMCERT NCHAMS University staff educators, the members of the Educator Selection Committee, the IMCERT Quality Control Monitoring Team, and the IMCERT Assessment Team from NCHAMS University. And I would like to thank the higher academic leaders for their continuous support, and also the former higher academic leaders, because this project started from 2021. I would like to thank them all for their continuous support. Thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Shariham, for this comprehensive presentation. يعني أحب أدعو حضراتكم لو حد حاب بيسأل أي سؤال من الدنتستري سيشن أو من الفارماسي سيشن. وأدعو الدكتورة رحاب عثمان وكيل الكلية شؤون التعليم والطلاب بأنها تاخد الأسئلة لو في أسئلة, and to conclude this session. Thank you so much, Dr. Shariham Jalal, الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة عين شمس, على البرزنتيشن, وفي انتظار أسئلة حضراتكم طبعا في الدنتستري والفارمسي. طيب أنا عارفة طبعا إن هم الحقيقة شرحوا كل حاجة باستفاضة, والحقيقة دكتورة شريهان في الوقت القصير ده قدرت تلخص لنا تعب ومجهود يمكن ثلاث سنين أبارك فيهم بصراحة النهاردة لدكتورة أماني ولكلية الصيدلة كلها على الإمبلمنتيشن بتاعة الدبلومة الجديدة, وده نوع يمكن شراكة جديدة. يعني دكتورة شريهان برضو شكرت التيم كله وقالت إن كان عندهم مجهود 3 سنين ولسه هيبدأوا النهاردة بقى يعملوا الإمبلمنتيشن, فالحمد لله وألف مبروك ليكم. يعني الكولابوريشن اللي شرحتها لنا دكتورة شريان أنا من وجهة نظري بعتبر إنها ادتنا موديل لأيديال كولابوريشن. كولابوريشن مش بس في مستوى الكلية ما بين 2 ديبارتمنت, طبعا مايكروبيولوجي وبايو كيمستري, ويمكن كمان ما بين كليتين لأن في ناس من كلية العلوم, ده كمان على المستوى المحلي 5 ناشونال من أكبر الجامعات في مصر مع 3 جامعات دولية. فالحقيقة هو اكزامبل لأيديال كولابوريشن كلنا كنا بنحلم بيه, فحققتوا الحلم ده بمجهودكم. وده يخليني النهاردة أقول هنطلع بconclusion إن إحنا أكيد كلنا هنبدأ نسعى أو نتوسع في النوع ده من الشراكات الدولية, لأنه مش بس كان شراكة في برنامج دراسات عليا, لا ده كمان كان بيسبقه 3 سنين من التدريب لأعضاء هيئة التدريس على حاجات جديدة وعلى زودة الكاباسيتي بتاعتهم والإفشنسي بتاعتهم. ويمكن ده أول توصية نقدر نطلع بيها النهاردة. الحاجة كمان اللي لفتت انتباهي فعلا هو الإمباكت بتاع البلاندد ليرنينج في المشروع ده, انه هيسمح لنا, وارجو ان احنا برضو نصر على ده, احنا هنقدر ندرس لطلابنا هنا ولطلاب بره, وهنقدر كمان نستعين بالاساتذه زي دكتور شريهان اللي كانوا معاكم وعملوا اكريديتيشن, ان هم دايما نفضل نستفيد لو عندهم خبره او سبقونا بالبلاندد ليرنينج, هنقدر ان شاء الله دايما تكوب معاهم. بتهيالي التوصية الثالثة وأنا برضو بشكر حضرتك عليها اللي هي نقطة الديسيمينيشن. احنا أحيانا بنعمل حاجات حلوة كتير بس ما بقدرش نعمل announcement وديسيمينيشن ليها حلو,
وآي ثينك إن ده بروجرام هيقدر يفيد مصريين وغير مصريين، فيقدر يكون برنامج مميز يميز كلية الصيدلة ويخلينا برضو قبلة لناس كتيرة. أتمنى إن شاء الله إنه يبقى كمان في متابعة لمدى الاستفادة اللي خريجي هذا البرنامج هيستفيدوا منها بشهادة معتمدة من برنامج من الاتحاد الأوروبي، يعني وإنه دايما يكون يعني أشوف إن الشهادات المعتمدة دي يكون في إمباكت علينا إحنا هنا بقى في ككلية وكطبعا وكبلد. وبشكر دكتورة شريهان تاني، وبشكر دكتورة أماني تاني، ويعني هدي بقى المايك طالما ما فيش أسئلة كده، هدي بقى المايك لدكتور أمين. بس عايزة أدعو الناس، إحنا إن شاء الله هنفتح الدبلومة دي، فأي حد interested إن هو يأبلاي فيها يأبلاي فيها، هي مفتوحة لكل خريج القطاع الصحي ولكل خريج كلية العلوم بالإضافة لكلية الصيدلة، وإن اللي هيحصل على الدبلومة دي هتحلو الفرصة إنه يعمل دراسات عليا في الثلاث جامعات الشريكة في أوروبا، هياخدوهم على طول وبسهولة، وده من ضمن الاتفاق في هذه الدبلومة. بشكر حضراتكم جميعا.
سيكو في ايدي خلاص في مكان ثاني لو كان اشتغل نستأذن حضراتكم عشان نبدأ السيشن. مساء الخير على حضراتكم جميعا. إن شاء الله مؤتمر موفق وناجح. الحقيقة عايزة قبل ما أبدأ بس أعرف حضراتكم إحنا في الجلسة الأخيرة لهول ون. أنا الدكتور سحر موسى عميد كلية تمريض جامعة عين شمس، دكتور أسامة منصور وكيل كلية طب دراسات العليا والبحوث أدا تشير بيرسون، دكتورة هيام رفعت وكيل كلية تمريض لشؤون البيئة، ومعنا أساتذتنا الكرام رواد المستقبل دكتور محمد غنام أستاذ جراحة القلب والصدر مدير الأكاديمية التنفيذية، تمام كده، دكتورة فاطمة عبيد أستاذ الأطفال أمراض الدم وزرع النخاع مستشفيات جامعة عين شمس ومدير التنفيذي المركز مصري. احنا بنرحب بحضراتكم معنا في رحاب جامعة عين شمس في مؤتمر جامعة عين شمس في نسخته الـ12، ونتمنى ان حضراتكم دايما تكونوا شركاء نجاح معنا على مستوى الجامعة في جميع أبحاثنا وجميع الاتفاقيات اللي بتتم على مستوى الجامعة. طبعا بنتقدم بالشكر للدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس على تفعيل هذا المؤتمر لمزيد من الشراكات التي تقدم فعلا لخدمة المواطن المصري. هنستارتنج بدكتورة فاطمة، تفضلي دكتور فاطمة هتدينا بريفينج كده عن البروتوكول والشراكة التي تمت مع جوش، تفضلي فندم. مساء الخير. في البداية طبعا أحب أشكر المنصة والorganizing committee for giving me the chance to speak today about our collaboration مع Great Ormond Street Hospital for Children، عشان هو الاسم كبير فاحنا في الاختصار بنقول جوش. ليه احنا بنتكلم في المؤتمر النهاردة طول المؤتمر على الشراكات والcollaboration؟ because together we could do better. ولأن الأطفال الـ child care محتاجين الـ highest level of care، الـ deepest level of compassionate، وكمان إن إحنا يبقى عندنا widest range من الـ deepest knowledge. عشان كده الـ education والشراكات والـ collaboration is an essential part of our work. بالعربي يعني أطفالنا يستحقون الأفضل دائما. طيب لما بنعمل أي شراكات لازم في الشراكة نبقى عارفين
مع مين احنا بنعمل الشراكة دي، لانه الشراكات ممكن تنتج عنها حاجات كويسة جدا، وكلابوريشن وسترينسينج اوف اور كير، ممكن ينتج عنها كمان ان يبقى في امبروفمنت للكير بتاع الاطفال اللي احنا بنديه. بس في الاهم ان احنا نعرف مع مين نقدر نعمل شراكات. احنا ليه اختارنا جوش عشان نعمل معها الشراكة؟ جوش تعتبر اتنشأت سنة 1852 كأول مستشفى عالمية في تخصص الأطفال، تتخصص فقط في الأطفال. كانت موجودة في جريت أورمان ستريت، على في الشارع ده، كانت البيت بتاعتها at this time 10 bed. طب دلوقتي هم one top of top 5 children hospital على مستوى العالم as a center of excellence. This is why we choose them. طيب we choose them for collaboration ليه كمان؟ لان هم عندهم اصلا برنامج قوي جدا for global partnership and collaboration. عندهم برنامج بيقدروا بيه يعملوا education and training and tailored education. يعني ال education not a fixed education, it's tailored على المكان اللي هم رايحين. طيب ده لانه الاطفال عموما هم اطفالنا، هم مستقبلنا، فاحنا we care about them and we care about the care that we providing للاطفال دول. دي طبعا مستشفى الاطفال بتاعتنا، هي affiliated لكليه لجامعه عين شمس اللي هي انشئت سنه 1950، والكليه الطب اللي هي واحده من اللارجست education institution في المينا ريجن، وكمان لي affiliated للدمرداش هوسبيتال اللي هي founded سنه 1928 نسبه الى الدمرداش باش. ده بريف على اسم الاطفال. اسم الاطفال بتاعنا انشئ سنه 1947. دكتور حسن شاكر كان هو اول رئيس اسم للاطفال، وكل دول اساتذتنا العظام اللي هم اشرفوا على الاسم، نهايه بدكتور هشام عوض اللي هو ابتدى الشانل اوف كوميونيكيشن، بعدين دكتور مصطفى هدهد اللي هو ستارتد ذا لوب اوف كوميونيكيشن مع جش، والعقد اتمضى وقت ما هو كان رئيس لاسم الاطفال، زين دكتور منى الجنزوري الزيارات الاولانيه تمت معاها، and finally دكتور منال اللي هو احنا عملنا اللاست ميتنج معاه. طيب الزياره ابتدينا ازاي؟ ابتدينا في 2019 في البدايه خالص، في فبراير وفي اكتوبر جينا عملوا زي اسسمنت، هم كانوا عشان يبقوا عارفين الاكسبكتيشن بتاعتهم، وعشان نتيلور احنا وهم ايه اللي احنا البوينت اللي احنا محتاجينها. كان الانترست بتاعه البروجكت ده اتنين سب سبيشاليتي اللي هي الدم والاورام وزرع نخاع الاطفال، بيدياتريك هيماتولوجي اونكولوجي اند بون مارو ترانسبلانت، والانترسيف كير يونت بالبيدياتريك ان نيونيتال انتنسيف كير يونت. وبعدين العقد طبعا اتمضى في 19 اوجست 2020، وده كان على النيوز بتاعه جوش. واحنا في العقد ده ابتدينا نفكر ايه اللي احنا ممكن نكون محتاجينه عشان نحسن الخدمه للاطفال في مستشفى الاطفال. فقلنا ان احنا في البدايه محتاجين نعرف وير ار وي ستاندنج، يعني الخدمه اللي احنا بنقدمها شكلها ايه. فاذا اودت، فهنبتدي بحاجه زي الاودت، حاجه بتاسس اور براكتس، حاجه اسمها سيرفيس ريفيو. هنيجي يشوفوا ايه الاريا اوف سترينس اللي احنا محتاجين نقويها زياده ونهايلايت، وايه الاريا اوف ويكنس اللي احنا محتاجين نعمل فيها ديفلوبمنت. وبعد كده نعمل education، سلسله من الـ من الـ من الزيارات التعليميه، سواء هم يجوا عندنا او احنا نسافر عندهم، بحيث انه للحتت اللي احنا محتاجين نعمل فيها ديفلوبمنت، وبعدين الشباب الصغير يسافر يتعلم هناك في الاوبزرفرشيب. احنا بعد كده، بعد ما مضينا العقد، جت فتره الكوفيد، فقعدنا حبه عبالنا ابتدينا، وبعدين ابتدينا نعمل بريباراتوري ميتنج في 2021، وبعدين ابتدينا في السيرفيس ريفيو. السيرفيس ريفيو دول للي بيشتغلوا كواليتيز لايك ان كواليتي فيزيت، بتيجي تاسس المكان اللي احنا بنشتغل فيه كله، سواء بقى البروتوكول اللي احنا شغالين عليها، سواء التمريض، سواء الستاف، بتيجي تعمل له سيرفيس اسسمنت. اول سيرفيس اسسمنت اتعمل للانتنسيف كير يونت، وحدات الرعايه، سواء وحدات رعايه الاطفال او المحاضن. والسيرفيس اسسمنت زي ما قلنا بيعتمد على ان هم بنشوف، بنقابل الدكاتره، بنشوف البروتوكولات، بنقابل التمريض، الانفكشن كنترول تيم، الرعايات، المحاضن، بنشوف التمريض، وبندي بعد كده الاسسمنت بتاعنا. طبعا ثانكس تو دكتور هشام عوض ودكتور منال اللي هم زي يعني كانوا موجودين في الزياره دي. بعدين في مايو 2022 جت الزياره اللي عملت
كواليتي اسسمنت لوحده الدم والاورام وزرع النخاع، وكانت في الزياره دي كنا معتمدين ان هم يبصوا في البدايه على البروتوكولات بتاعه العلاج الكيماوي، يبصوا كمان على الدوكيومنتيشن على الاركايفنج سيستم بتاعنا، وكمان يبصوا على الانبيشنت فاسيليتي، يبصوا كمان على الانفكشوس ديزيز، وكان جزء مهم جدا 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 مننا احنا عايزينهم يبصوا عليه اللي هو التمريض، لانه النيرس في مجال الطب عموما هي العمود بتاعه الخدمه اللي احنا بنأديها، كمان في مجال الاورام they are the backbone of the service اللي بتتقدم للاطفال، فعلشان كده كان في جزء كبير من الادوكيشن متجه للتمريض وللانفكشن كنترول تيم. وثانكس تو ماي فريند اللي هم دكتوره ايمان ودكتوره منال ان هم خلوا الفيزيت دي يعني تو بي دون سكسسفولي، اند ذن وي هاف اور اوفيشال ميتنج مع دكتور اسامه منصور عشان نعرض الاسسمنت بتاعنا احنا عملنا ايه في الزيارتين دول، ايه الحاجات السترينث اللي عندنا وايه الويكنس اللي احنا عايزين نعمله ديفلوبمنت. طيب الفيدباك كان بتاعهم ايه على الستاف اللي شغالين؟ كان الفيدباك بتاعهم ان they are honest transparent، بنقول المشاكل اللي عندنا بمنتهى الوضوح knowledgeable، عايزين يبقوا في تعاون، عايزين البيست كير فور ذا تشيلدرن، والبروتوكولات اللي احنا كنا ماشيين عليها سواء في الرعايه او في الدم والاورام اتس اب تو ذا ستاندرد لايك ذا انترناشونال بروتوكول، لكن الحاجات اللي احنا كنا محتاجين ان احنا نعمل عليها ديفلوبمنت هو الانفكشوس كنترول، محتاجين الانفكشوس كنترول تيم يبقى دايما موجود، النيرسينج في والانفكشوس ديزيز لازم يبقوا عاملين يبقى فيه تريننج كان اقوى من كده، وكمان ان يبقى فيه ان ايدوكيشنال بروجرام كونستانت وموجود، عشان كده ابتدى يتعمل ايدوكيشن تريننج. الايدوكيشن تريننج كان بيبقى لكل سب سبيشاليتي، ده كل اللي احنا بنقوله في اول سنه، في سنه واحده لازم يبقى ثلاثة education program ورا بعضهم. الأولانية كانت في جون 22، ودي كانت mainly زي ما حضراتكم شايفين كانت مركزة جدا على التمريض في الرعاية وفي المحضن، وبعد كده اللي جت بعد كده في أكتوبر كنا زي ما احنا شايفين كانت ابتدوا يعملوا on-site training على المحاضن والرعايات وكيس presentation، and then في فبراير 2023 the last education كانوا راحوا بقى أكاديمية القلب علشان الرعايات بتاعة الأطفال الموجودة في أكاديمية القلب. التريننج اللي كانوا بيدوه كانوا بيبقى تريننج على كيس برزنتيشن أو education أو lecture، وكان الحتة اللي احنا عايزين حصل فيها improvement هي النون تاتش تكنيك اللي هو الأسيبتك نون تاتش تكنيك، ازاي التمريض يتعامل مع الطفل من غير ما يحصل انفكشن، كمان ان هم ادوا فاونديشن ليفل لكل التمريض اللي في مستشفى الاطفال مش بس في الرعايات وفي المحاضن على الانفكشوس ديزيز، وابتدينا يبقى فيه التمريض يبقى فيه تيم ليدر في كل وحده، هو ده الكي بيرسون اللي الحاجات اللي احنا كنا مركزين قوي قوي ان هو يتعلمها عشان يعلمها للنيو كامر اللي جايين للوحده. وبعد وزي ما قلنا كان طبعا ليكشر كان كيس برزنتيشن وكان بيت سايد تريتمنت. طيب بالنسبه بعد كده بجم الثلاثه ايدوكيشن فيزيت للدم والاورام، في الدم والاورام كان قسمنا اول فيزيت لثلاثه مين كاتيجوري، اول كاتيجوري اللي هي كانت مع الاستاف علشان ريفايز البروتوكولات بتاعتنا خصوصا في الحاجات اللي هي الموست كومن زي الاكيوت ليكيميا الامراض سرطانات الدم، ونقارن الاوتكم بتاعنا بالاوتكم العالمي والنتائج بتاعتنا بالنتائج العالميه، وهل وي نيد تو يعني عندنا نيد ان احنا نادوبت اليو كي بروتوكول اور نوت، وكمان ابتدينا نبص على الحاجات الفيري رير. الحاجه الثانيه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا لازم نبقى بنشخص ونشخص صح، عشان كده رحنا زورنا المعامل والفلو وكان التيم كله بتاع الكلينيكال باثولوجي معانا، وبعد كده التمريض وفي الفيزيت دي اتاخد تاني فاونديشن ليفل للتمريض اللي موجود في وحده الدم والاورام. وطبعا في الفيزيت دي واحنا بنعرض الحالات كان عندنا كيس بتاعت طفل يعني اقل من سنه عنده سرطان بالدم اللي احنا بنسميها الانفنت ليكيميا، وان ذا سبوت كنا احنا عايزين نبتدي بقى الاميونوثيرابي اللي هو البلانا، وادونا سيشن طويله جدا للام والتمريض ازاي يتعلق ده على مدار 24 ساعه من غير توقف واهميته ايه، كانت تريننج فيزيت كويسه جدا. طيب في الفيزيت اللي بعديها ابتدينا نكونسوليديت، احنا عرفنا دلوقتي ايه الاريا اللي احنا عايزين نبص عليها في البروتوكولات بتاعه العلاج الكيماوي، ابتدينا نبص عليها. التمريض كان مهم جدا، الجينير ستاف اللي هم
لان اهم حاجه في الكولابوريشن الكاباسيتي بيلدينج بتاعه البني ادمين، الجينيرال ستاف اللي هم المدرسين المساعدين ابتدوا يعرضوا حالات، ابتدينا نركز بقى جدا على الان بيشن، يبصوا على العيانين في القسم الداخلي، وطبعا التمريض كان مهم جدا، ابتدوا يطلعوا في القسم الداخلي يبصوا على التمريض لايك ان اوديت، ويعلموهم ازاي بنعلق الكيموثيرابي، وابتدى يبقى فيه محاضرات وكمان العياده الخارجيه، العياده بتاعه الدم والاورام. وهنا كنا بنعمل education visit ازاي بنعلق الاميونوثيرابي مع التمريض، وكانت ازاي بنعلم ان احنا بينا نشوف البروتوكولات نعمل لها revision، بنشوف التمريض بنشوف البروتوكولات بتاعتنا. And then the last one احنا focusing جامد جدا لان احنا ناويين نفتتح وحدة زرع نخاع للأطفال، فكانت الفيزيت الأخيرة في الإديوكيشن متركزة على زرع نخاع الأطفال، وكانت الفيزيت مركزة على ان احنا بنبص على العيانين الإمبيشن والأوت بيشن، وبنريفايز كل البروتوكولات بتاعتنا، وكمان ابتدينا نبص تاني على الحاجات اللي هي الانترفنشن زي الانتراسيكال والبوم مارو مع التمريض بتوعنا. وطبعا في النهايه برضه عملنا الاوفيشال ميتنج علشان نكونسوليديت وات مع 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 سياده العميد دكتور علي الانور، عشان نكونسوليديت وات وي اتشيف تيل ناو في خلال في نهايه السنه. وكمان جبنا في السنه دي حد من الخبراء اللي هم مسؤولين عن تغذيه الاطفال خصوصا اللي عندهم اورام، وابتدينا نحط بروتوكولات للتغذيه تيلورد وادابتد للاطفال بتوعنا. طيب وبعدين قسنا مدى رضا التمريض، لان هم دول كانوا المين بيلر في الايديوكيشن، وزي ما حضراتكم شايفين في الاي سي جي والاي بي جي وازاي يروها وازاي ياسس ان العيان ده تعبان او مش تعبان، كانوا التقييم بتاعهم للمحاضره والمحاضر ما بين امتياز وجيد جدا. بالنسبه للرايل فيدنج وازاي يعملوا تغذيه للاطفال في الحضانه او حتى الدم والاورام كانت معظمها جيد جدا. وكمان في الاورام وازاي يعملوا كيماوي كان يدوا كيماوي كان اغلبها جيد جدا، لان هم كمان علموا التمريض يعني ايه الكيموثيرابي، يعني ايه المالجنسي ان ا سيمبل واي، السيل سايكل شكلها ايه. وكان اهم حاجه طبعا في الفيدباك ان احنا المرضى يبقوا ساتسفايد، ودي كلها نوتس كاتبها الاطفال للدكاتره الجينير ستاف اللي هم الامتياز والنواب والمدرسين المساعدين، كلها الاف نوتس. وبعدين الاوبزرفر شيب، الجامعه مشكوره طبعا كانت بتتبنى ان يحصل اوبزرفر شيب، ان الجينير ستاف يسافروا لانه في ويل ديفلوب سيشن ليهم، وسافرت في جون 2 سنه 23 حد من الرعايه، قعدت هناك شهر وجت نقلت كل الخبرات اللي هي اتعلمتها. طيب البروجرس اللي احنا عملناه كان مينلي في ان احنا ريفايز كل البروتوكول اللي احنا شغالين عليها، مور ذان 15 بروتوكول سواء في الرعايه او في الاورام. كمان الفاونديشن اللي اتاخد للتمريض كان هايل، وده يمكن فرق جدا ان مستشفى الاطفال اخذت بعد كده في التمريض وفي الانفكشن كنترول الهايست ليفل اوف انفكشن كنترول، مي بي اتس ذيس كولابوريشن بارت اوف ات. وان كمان ابتدى يبقى في تيم ليدر في التمريض في كل دور من الادوار اللي هي تختص بالمحضن الرعايه او الاورام. طيب البروتوكول زي ما احنا قلنا ان احنا ريفيو البروتوكول بتاعتنا، وعملنا فاونديشن للتمريض كويسه جدا على البيدياتريك اونكولوجي. وبعدين حصل في مايو 2023 اللي هو الانيوال ميتنج اللي احنا بنعمله، طبعا كان حاضر فيه سياده العميد وسياده الوكلاء، وطبعا الدكتوره منال من رئيس اسم الاطفال، وياسمين جمال وماي سيلف، ومن جوش كانوا حاضرين فيكي ولان وكراس، دول الميديكال دايركتور اللي هناك. ودي كل الاتشيفمنت بتاعتنا كانت اتشيفبل، كل الدريفلبل كانت اتشيفبل، سواء السيرفيس ريفيو، الاديوكيشن، الفيزيتنج كونسلتنت او الاوبزرفر شيب. الكي بوينت اللي احنا وصلنا لها تقريبا 14 حد من جوش تيم جم اون سايت في المستشفى ودربوا الناس، كان الليرنر من جامعه عين شمس اكثر من 200 واحد، عملنا ريفيجن لحوالي 15 بروتوكول، اديوكيشن اور حوالي 800 اديوكيشن اور على مدار سنه كامله، 400 ساعه لكل سب سبيشاليتي. وده فرق كتير جدا في الخدمه اللي احنا بنقدمها للاطفال، لانه الاطفال مهمين جدا ان احنا تو كير اباوت ذم، خصوصا في مجال الاورام او مجال الرعايات المركزه. And together we can do so much better. And thank you. Thank you دكتور فاطمه.
يعني يمكن حضرتك ده من حظي لان انا تخصصي بيدياتريك، فان انا اسمع كده عن المستشفى اللي يعني اتعلمت فيها واتدربت فيها من اول ماستر ديجري لغايه دلوقتي، والحمد لله كان ليا جزء في التدريب ابتديت فيه سنه 2018 ودربت مجموعه كبيره من النواب الاطباء والتمريض على حاجات كتير بروسيجرز كتيره في قلب الاطفال، وعملنا برضو طفرة كبيرة جدا في المجال. برضو فريق الانفكشن كنترول كان ناهد يحيى، دي برضو خدت الدبلوم الانفكشن كنترول من عندنا، والتيم الانفكشن كنترول بصراحة عند حضراتكم هايل. مش هطول على حضرتك، بس فعلا يعني في طفرة احنا ملاحظينها في مستشفى الاطفال بالذات اليومين دول، يمكن اتعطلت شوية ساعة كورونا 2020، الدولة كلها اللي تعطلت، لكن لحقنا نفسينا قوي في آخر سنتين وعوضنا البارييرز اللي كانت حصلت أثناء الكوفيد. بشكر حضرتك يا فندم. ودكتور سحر عايز أقول لحضرتك هو شكرا لحضرتك جدا، لأنه يعني أنا سعيدة أن حضرتك معنا على المنصة، لأنه كان جزء كبير من الـ من الـ من الدريفربل اللي كانت في الكولابوريشن بتاعتنا مع جوش، واحنا كنا مصرين على كده أن ما يجيش كونسلتنت فور ذا ستاف، ان لازم يجي كونسلتنت واثنين نيرس. يعني كل مره كان بيجي السيرفيس ريفيو بس هو اللي جه اثنين كونسلتنت وان نيرس، لكن كل الادكيشن فيزيت كان بيجي وان كونسلتنت وتو كونسلتنت نيرسز، كانوا كل الهدف بتاعهم ان هو انه اوريدي الليفل بتاع التمريض في مستشفى الاطفال على اعلى مستوى، بس يعني كان امبروف وات از اوريدي هاي ستاندرد. واحنا اشتغلنا مع حاجات كتيره في الدم والاورام، خصوصا في شريان العطاء ونقل الدم والانفكشن كنترول. فام سو براود تو بي بارت من مستشفى الاطفال ومن جامعه عين شمس والكليه. يعني دكتوره فاطمه بشكر حضرتك جدا، وده بياكد رساله جامعه عين شمس ان هي ذا كورنر كيستون، بتاكد بين الريسيرش والاديوكيشن والكوميونتي سيرفيس قد ايه مستشفى الاطفال. فخورين ان حضرتك معانا النهارده، وده يخليني اخرج بفيرست ريكومنديشن كده للسيشن، ان احنا انكلودد المانجمنت لكل زرع النخاع بالنسبه للنورسز ويتحط في قلب الكريكولمز بتاعتنا. اوعد حضرتك ان ده اي ويل تراي ان انا ادخله، لان هو هيفرق كتير، لان حضرتك تاتشنج فيري سنسيتيف اريا وي ماست بي انكلودد ان ات. بشكر حضرتك جدا، وهترك الساحه للدكتور استاذنا الجميل دكتور اسامه منصور للانذر سبيكر. فضل السلام عليكم للحضور. اولا يعني انا بحب اشكر الاستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعه، ودكتوره غاده فاروق نائب رئيس الجامعه على اختيار الموضوع للمؤتمر على التحالفات والشراكات، بتبين قد ايه احنا الاوتريتش اللي احنا كنا بنعمله والاهداف اللي الجامعه بتعملها لتحسين الخدمه. يمكن الاستاذه الدكتوره فاطمه عبيد شرحت مثال واقع حقيقه، ودي كانت ابتدت من فكره كان الدكتور محمود المتيني ساعتها عميد الكليه انا ذاك، وابتدينا الفكره في المستشفيات، وكان الدعم الكامل لي وهو رئيس جامعه سابقا. كان الهدف في الفتره دي كلها احنا استراتيجيا كنا بنحسن الانفراستراكشرز البنيه التحتيه في المستشفيات، وزي ما حضرتك بتتابعوا المدينه عين شمس الطبيه هي بدعم رئاسي كامل موجود دلوقتي عشان نحسن البنيه التحتيه عشان نقدر، وعلى نفس المسار كنا بنعمل تريننج بروجرامز، منها ده احد الامثله اللي كنا عاملينها مع جوش، زي ما دكتوره فاطمه وضحت الاهداف المحدده وازاي نقدر نحققها بخطه عمل تنفيذيه، وبدعم برضو من مؤسسه المجتمع المدني. يعني هذا البروتوكول كان بدعم من مؤسسه بنك سي اي بي، فكل ده افكار عشان نحسن الخدمه من البنيه التحتيه وتدريب الاطباء والكوادر، مش بس الاطباء بالتمريض والعاملين، لكل تحسين كل المنظومه. فده مثال واحد، ويلي ذلك طبعا بحب اقدم الاخ العزيز والاستاذ الدكتور محمد علي الغنام، هو استاذ جراحات القلب والصدر، وهو المدير لمستشفى امراض وجراحات القلب والصدر والاوعيه الدمويه.
هيكلمنا على مثال اخر في بالنسبه للتعاون مع مستشفى رويال برومتون. اتفضل دكتور محمد. شكرا دكتور اسامه على المقدمه، وبشكر اللجنه المنظمه للمؤتمر لدعوتي للتحدث على واحد من المشروعات اللي بنعتبر من مشروعات بنفخر فيها في كليه الطب جامعه عين شمس. انا طلب مني ان اقدم البرزنتيشن على التعاون ما بين مستشفى امراض وجراحه القلب جامعه عين شمس الاشرف بتكليفي بادارتها، والتعاون ما بين مستشفى رويال برومتون في مجال جراحات الشريان الاورطي المتقدمه. البروجكت ده بدا يعني برعايه كل من رئيس الجامعه السابق الحالي دكتور محمود المتيني، يعني طبعا نديم بفضل كثير جدا ليه في كثير من الشراكات القائمه دلوقتي، وبنشكر طبعا معالي دكتور محمد رئيس الجامعه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعه عين شمس الحالي على استمرار دعمه لهذا المشروع. مر كثير من عمداء كليه الطب مرورا بدكتور اشرف عمر دكتور علي انور، وما زال الدعم مستمر، مديرين تنفيذيين لنفس البروجكت من ايام دكتور ايمن صالح ما كان مدير تنفيذي، ثم دكتور علي انور، وحاليا دكتور طارق يوسف، وهم مستمرين بنفس الدعم المادي واللوجيستي للمشروع. البروجكت ده تم بتمويل مشترك ما بين جامعه عين شمس وما بين البنك الاهلي المصري. بداية يعني حصل تقارب ما بين مستشفى رويال برومتون وما بين دكتور محمود المتيني ساعتها ممثلا عن جامعة عين شمس في إنشاء أو مساعدتنا في تحسين نتائجنا في مجال جراحات دقيقة في مصر، وهي جراحات الشريان الأورطي. وكان مقر المشروع أو يعني الانفولت في المشروع هي مستشفى أمراض وجراحة القلب جامعة عين شمس. جم زارونا في نوفمبر سنة 2019 وقدموا لنا يعني عملوا سيرفي كده على المستشفى على مدار يومين، ستة كلينيشنز جم راجعوا البنية التحتية وتجهيزات المستشفى وبروتوكولات التعاون والتعامل مع المرضى عندنا في المستشفى، وقدموا لنا ما يسمى بالجاب أناليسز أو الفرق ما بين البراكتس في رويال برومتون وما نمارسه نحن في عين شمس، علشان نحط خريطة الطريق بالنسبة لنا إن على مدار فترة التعاون ده إن احنا نقلل الجاب ده قدر المستطاع. قدموا لنا التقرير ده، ويعني هايلايت كده سريعا بعض النقاط المهمه اللي اتقالت لنا في هذا التقرير. هو كان تقريبا حوالي 15 صفحه كله يعني لمسوا فعلا نقاط احنا عارفينها وعارفين مشاكلنا عندنا في في في, في القسم جراحه القلب وفي جامعه ومستشفى امراض وجراحه القلب، وكان الهدف زي ما تحكوا ان احنا نحاول نقلل الجاب ده. في البدايه المجمل يعني قال لك ان احنا في بوزيتيف اكسبيرينس وشايفين ان في بوتنشلز كويسه جدا او يعني قدره ان احنا يبقى في تعاون مثمر ما بين المستشفى وما بين مستشفى رويال برومتون، مش بس في مجال جراحات الاورطي، هم مستعدين وهم يعملوا شراكه مستمره مع المستشفى في مجال جراحات القلب عموما كلها. لكن طبعا التقرير كان لا يخلو من بعض النقاط السلبيه، ودي يعني كان هدف ان احنا نشتغل عليها. يعني من اقام من اهم النقاط اللي اثيرت ان هم لاحظوا ان في تنشن ما بين الاقسام المختلفه. احنا طول عمرنا في جامعات عين شمس وفي الكليات المختلفه تلاقي كل قسم لحد ما عازل نفسه شويه، مش منفتحين على بعض. فهم حسوا ان دكاتره مثلا جراحين جراحه القلب ما بيقعدوش مع جراحين الاوعيه، ما فيش نقاشات يتناولوا، مع ان في الاخر كلنا بنتعامل مع نفس المريض. فكان بيسترس على بوينت ان احنا لازم نجتمع في لقاءات زي الام دي تي ميتنج واللقاءات العلميه اللي بتناقش نفس المريض ما بين الاقسام المختلفه، ده بيزيل كتير من التوتر ما بين الاقسام. بالاضافه ان جراحه الاوعيه عندنا في عين شمس كانت لوكيتد في مستشفى الجراحه، وجراحه القلب لوكيتد في مبنى تاني، فحتى الناس مش فاميليار مع بعض، ما بتقابلش بعض، ما فيش مجال لحتى التعاون البيرسونال كوميونيكيشن ما بينهم. نقطة تانية أثروها عندنا لما جم زارونا في 2019، كنا يعني شغالين في دور عمليات التامن، كانت دي عمليات شغالة بقى لها أولموست حوالي 6 سنين، كانت إلى حد ما بدأ يبان عليها التهالك، كانت الأجهزة بتاعتها مش محدثة، طلبوا مننا إحنا نعمل يعني رفع المستوى العمليات ونجيب أجهزة معينة وأجهزة هارت لانج ماشين جديدة خاصة بالبروجكت ده علشان تقدر تحقق نتائج كويسة في العمليات. ثم جت فترة الكورونا، يعني بعد التقرير ده على طول دخلت علينا جائحة كورونا، وطبعا كان البروتوكول فيه فترات تعاون سفر من فرق من مصر تسافر لهم من عين شمس،
وبرضه زيارات متبادله من برونتوم لينا، لكن الكلام ده كله توقف بسبب جائحه كورونا، ما بقاش فيه سفر، ومعظم حتى المنظومه الصحيه سواء في مصر او في انجلترا بقت مركزه في علاج اصابات الكوفيد عن العمليات الالكتيف زي ما بنقول او العمليات الاختياريه، فبالتالي اتاخر شويه التقدم في المشروع. لكن استمرينا على اتصال مستمر معاهم خلال فتره السنتين بتوع الكوفيد ده في لقاءات عن طريق الفيديو كونفرنس، كانوا بيتعمل بصفة أسبوعية لقاءات بيناقشوا فيها الحالات، وكنا بنحضره، كانوا بعتوا اللينك وكنا بنهتم بالحضور معاه. ثم يعني انتهت الأزمة بتاعت الكوفيد وجوم زارونا بقى لتوقيع البروتوكول، كان في نوفمبر سنة 21، ودي صور من وقت توقيع البروتوكول. الصورة اللي على الشمال أستاذ دكتور محمود المتيني مع ريتشارد ميسون اللي هو يعتبر مدير التنفيذي لمستشفى برومتون أثناء التوقيع، ودكتور علي أنور كان وقتها المدير التنفيذي للمستشفيات، وقع البروتوكول معاه بحضور رئيس الجامعة وبحضور أستاذ دكتور أشرف عمر كان ساعتها عميد لكلية الطب وفريق من روي برومتون الزيت. والبروتوكول ده في الحقيقة بيعكس إن كلية الطب أو جامعة عين شمس مش بس بتهتم بالبنية التحتية وبتطوير المستشفيات وشراء أحدث الأجهزة، احنا يعني اللي بيزور المستشفيات فترة دي هيشهد بنفسه ثورة في التطوير وفي الإنشاءات. مفيش مستشفى داخل حرم المدينة الطبية لم ينالها جزء من التطوير، سواء إنشائي في البنية التحتية أو سواء تطوير في الأجهزة اللي فيها. لكن كمان بنهتم بالاستثمار في القوى البشرية العاملة بالمستشفيات، فريق طبي، فريق التمريض، الأطباء الكبار، الأطباء الصغيرين، وهذا البروتوكول في الأساس موجه لرفع كفاءة هذه الفرق الطبية. النقاط الأساسية اللي كانت مشمولة في البروتوكول هو تدريب فريق جراحة الشريان الأورطي بجامعة عين شمس على جراحات الشريان الأورطي المعقدة عن طريق زيارات متبادلة ما بين الطرفين زي ما قلت لحضراتكم، كانت مدته المقترحة كانت فترة 5 سنوات، والاستفادة من بروتوكولات التشخيص والعلاج وتطبيق القواعد الإرشادية، بنستخدم الجايد لاينز اللي هم بيشتغلوا عليها وبينقلوا خبراتهم للفريق بتاع جامعة عين شمس من فريق الشريان الأورطي. واستمرارا للقاءات الدورية بتاعتنا كان برضو استمرار لفيديو كونفرنس ما بين الفريق المصري من عين شمس والفريق بتاع رويال برومتون، بنحضر معاهم بنشوف ازاي بطرق التشخيص بتاعتهم، ازاي بيتناقشوا في طرق العلاج المختلفة للمرضى. وعلى التوازي كان في برنامج مهم جدا لرفع كفاءة التمريض، لان هو التمريض هو عضو اساسي في الفريق الطبي، ونجاح الجراحات وبالذات الجراحات المعقدة يعتمد بنسبة كبيرة جدا على التمريض المؤهل للمشاركة والعناية بهذه المرض. ده صورة من بعد ما اتعمل التوقيع بروتوكول، طلع أمر تنفيذي كان ساعتها أستاذ دكتور أشرف عمر عميدا للكلية، طلع قرار إداري بتشكيل فريق جامعة عين شمس لجراحات الشريان الأورطي، وتم تكليف مدير المستشفى كرئيس الفريق بصفته، وباين فيها الأقسام المختلفة اللي مشاركة في الفريق، قسم جراحة القلب بأسامي الأعضاء فيه، قسم جراحة الأوعية، فريق من أطباء القلب، فريق من الأشعة التشخيصية، أطباء التخدير والرعاية المركزة، وأخصائيين الإرواء القلبي، وتمريض العمليات وتمريض الرعاية. بعدها على طول اشتغلنا في الاكاديميه، اعلنا عن بدايه عياده تخصصيه لاستقبال مرضى امراض الشريان الاورطي، حددنا يوم الاحد من كل اسبوع من 10 ل 12. في الاول عملنا العياده دي طبعا مجانيه، ونزلنا اعلانات على صفحه المستشفى الفيسبوك علشان نجتذب اكبر عدد من المرضى. واستمر الموضوع ده على مدار سنتين، ما تم بنهاية السنتين، احنا دلوقتي نعتبر خلصنا في مايو، خلصنا السنة الثانية من هذا البروتوكول، وفي بداية السنة الثالثة. على مدار السنتين دول قدرنا يعني بفضل الله يعني ان احنا نفتتح بقى الدور الرابع بست غرف عمليات جديدة محدثة بالكامل، وده كانت واحدة من مطلبهم في تحسين البنية التحتية للمستشفى. قدرنا نفتتح مجمع رعايات جديدة برضو في الدور الرابع، 3 رعايات بقوة 26 سرير رعاية مركزة، مجهزين بأحدث الأجهزة، أحدث السراير، أحدث المونيتورز، أحدث أجهزة تنفس صناعي. قدرنا ننجح في انتقال قسم جراحة الأوعية، اتنقل بالكامل من مستشفى الجراحة إلى أكاديمية القلب عندنا علشان تسهيل التواصل والتعاون ما بين الأطباء، بحيث أن المريض يجي على مستشفى أمراض وجراحة القلب يلاقي الخدمة كلها موجودة عنده من كافة التخصصات موجودة. سريعة كده هعرض فيديو عن التطوير اللي شمل المستشفى في خلال السنتين.
الدور الخامس اللي اتخر فيه قسم جراحة الهوية عندنا لما طولنا. ده مجمع العمليات، ست غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، أحسن مكان قلب صناعي. ده دي تعتبر يعني أفضل أنواع مكان قلب صناعي بنحتاجه في العمليات المعقدة، متاح عندنا في المستشفى. تجهيزات الرعاية طبعا على أعلى مستوى. وده صور لانتقال قسم جراحة الأوعية، كان بحضور مدير التنفيذي المستشفيات أستاذ دكتور طارق يوسف، افتتاح أوضة العمليات بتاعتهم غير غرف الإقامة اللي كنت وريتها لحضراتكم. على مدار السنتين بلغت الزيارات المتبادلة، هم زاروا الفريق الإنجليزي زارنا حوالي 7 زيارات، أخيرهم كان الشهر اللي فات. أنجزنا ما يقرب من 25 جراحة شريان أورطي متقدمة، وخلينا أقول إن الأعداد ما هياش الهدف قد ما كل عملية من دول بيتبعها تدريس وتدريب لكل كادر اللي موجود. يعني كل حالة من دول استمرت تقريبا ما يزيد عن من 8 ل 10 ساعات داخل العمليات، بيبقى موجود فريق بيكمل. وعرض لكم صورة من داخل العمليات الفيديو تاني أثناء الزيارة ليهم. عملنا 25 حالة شريان أورطي متقدمة بنجاح، نسب نجاح عالمية. عملنا أكتر من إجراء 15 حالة قسطرة تداخلية. نظرنا أكتر من 50 مريض أثناء فترة الزيارات، بالإضافة لاستمرار اللقاءات الأسبوعية. بنجتمع معاهم كل يوم 4 في اجتماع هم بيديروه بيعرضوا حالاتهم، وبنجتمع معاهم الخميس الأول من كل شهر، ده مخصص للمرضى اللي بنجمعهم في عين شمس، إحنا بنعرض حالات عليهم وبناخد رأيهم فيها. بالإضافة لاستمرار برنامج التدريبي للتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة بصفة عامة وحالات الشريان الأورطي بصفة خاصة. صور للزيارات المختلفة هنعرضها على حضراتكم تماعا. يمكن دي الزيارة اللي وقعوا فيها البروتوكول، ده كانت أول الزيارات اللي فيها. ده فيديو لنموذج لإحدى العمليات اللي حضروها معانا، وهم يعني هم بيجوا يزورونا لمدة 5 أيام كاملين. أثناء الزيارة دي بتبقى طبعا مرهقة جدا علينا، نحضر لهم المرضى من قبليها، وبتبقى المستشفى كلها شغالة، ورشة عمل عمليات شغالة، قسطرة شغالة، وحتى تدريس شغالة. الفريق بيشمل بقى، بيجي حد معاهم ارواء قلبي، بيجي ناس جراح القلب الاساسي في الفريق وجراح الاوعيه بتاعهم، اطباء للتنفير، كل دول بيشتغلوا. وفي كثير من الحالات هم بيجوا يشرفوا علينا احنا، بس سوبرفايزر معانا او مشرفين معانا، والفريق المصري هو نفسه اللي بيعمل. بالنسبة للزيارات بقى، احنا على مدار السنتين ارسلنا فريقين من عين شمس لروي برومبتون، ودي صورة للزيارة الاولى. شملت يعني تخصصات مختلفة، كان في جراحين قلب، كان في جراحين اوعية، كان في اطباء من قسم القلب، كان في تمريض من العمليات وتمريض من الرعاية سافر وحضر هناك ازاي بيتعاملوا مع المرضى في الرعاية وفي العمليات. وده كان صور برضو من الزيارة الاولى للتمريض المستشفى عندنا، هو بيزور روي برومبتون من هناك. ودي صورة من الزيارة الثانية برضو، مختلف التخصصات. ده كانت في مايو سنة 23، واحنا بنجهز للفرقة او السفرية الثالثة ان شاء الله، هتبقى خلال الشهر الجاي باذن الله. فريق من عين شمس هيزور روي برومبتون باذن الله. دايما في اخر اجتماع بيبقى في اخر يوم كده اجتماع زي راب اب او يعني ملخص الزيارة، بنناقش فيه الايجابيات والسلبيات بتاعت كل زيارة. وزود حاجة، كل هدف ان احنا نقلل الجاب بتاع التقرير ده على مدار ال5 سنوات بتوع التعاون. صور مختلفة لأثناء العمليات، أثناء شغلهم في القسطرة. وزود حاجة، بتبقى الأسبوع اللي بيزورونا فيه روي برومبتون ده بتبقى ورشة عمل قائمة في المستشفى، كل الناس بتستفيد من تمريض، من نواب صغيرين، من أطباء تخدير، من أطباء رعاية، كلهم بيحصل تبادل خبرات، بيبقى يعني قيم جدا بالنسبة لاكتساب الخبرات بالنسبة لنا. ده في قاعة مفتوحة لمناقشة الحالات وعرض الحالات.
قاعات للتدريس بيدونا هم بعض الابديتس في المانجمنت بتاع الاورتك سيرجري. بيهتم دايما، كان معالي رئيس الجامعه دكتور محمود المتيني وكان مدير تنفيذي بيجي يحضر بيستقبل الفريق سواء في القدوم او في الاجتماع الختامي معاهم كاستمرار لدعم الاداره العليا للجامعه وللمستشفيات لهذا المشروع. يعني صور كده مش هطول على حضراتكم، ده طبعا نموذج من قاعه التثقيف الصحي والتدريب لهيئه التمريض، بيدربوهم على حاجات يعني ازاي الانعاش القلبي يعملوه، ازاي يتعاملوا مع منظمات القلب، ازاي يتعاملوا مع جهاز التنفس الصناعي. بيدربوهم يبقى كانهم يقدروا يتابعوا عيان بالرعايه بدون الاستشاره الطبيب في كل صغيره وكبيره، هم عايزين يدوهم الثقه ان هم يقدروا يتعاملوا بنفسهم مع هذه النوعيه من الحالات. دي زي ما بيقول كده الجدول ده خريطه الطريق بتوع الخمس سنين من التعاون ما بيننا وبين برومتون. احنا اولموست خلصنا او بالفعل خلصنا السنه الثانيه، فاضل لنا ثلاث سنين. كل سنه فيها عدد معين من الزيارات اللي هم بيجوا لنا فيها والزيارات اللي احنا بنزورهم فيها، وحاطين زي الكي بي ايز او نقاط التحقيقات على مدار كل سنه بحيث ان احنا بانتهاء الخمس سنين نكون حققنا 100% من المطلوب للمشروع. شكرا لحضراتكم. دكتور محمد، مش عارفة يعني أنا بشكر حضرتك وفخورة إن في عندنا مكان زي أكاديمية القلب كده عليه قامة زي حضرتك اللي ماسكها. قد إيه المكان جميل. ويعني هقول لحضرتك معلومة أكيد حضرتك عارفها، إحنا زارنا في الكلية عندنا في تمريض 2 من أساتذة جراحة القلب واتكلموا معايا من سنتين إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التمريض بالنسبة لارتواء القلب الرئوي. الحقيقة إحنا دلوقتي في صدد إنهاء دبلومة هيتم أخذها بالتفصيل بالتخصيص، وهيبقوا مباشرة على يعني هيتم تعيينهم بصورة مباشرة عند حضراتكم في المستشفى. دي هتفرق كتير جدا ان حضرتك بدل ما تقعد تاهل هم هيبقوا متدربين. غير وضع حضرتك احنا عندنا زرع النخاع بالنسبه للنيرسنج مانجمنت بيدرسوه بس للادلت، ففي النيونيت والبيدياتريك اعتقد هتبقى مختلفه تماما لو دخل في الكريكولم. احنا ويل بي تراي ده يعني قد ايه يعني فعلا صرح رائع. الاتفاقيه هتفرق فرق كبير جدا في حياه المرضى الموجودين، هتدي قد ايه بوش لكل مستشفياتنا في جامعه عين شمس انها بالليفل ده وبالمستوى ده. طبعا كليه الطب جامعه عين شمس صرح عظيم من اهم الصروح الموجوده على مستوى الطب على مستوى جمهوريه مصر العربيه. بشكر حضرتك جدا جدا على البرزنتيشن، قد ايه رائع وقد ايه حضرتك نقلت لنا صوره حقيقيه من الاتفاقيه بكل المستويات بتاعتها وبكل خطواتها اللي اتنفذت. شكرا لفضلك. شكرا لحضرتك. اشكر دكتور محمد على توضيح حاجه مهمه، ان هو زي علاج لعضو واحد زي الشريان الاورطي بيتطلب تداخل كذا تخصص، والتداخلات ده طبعا بيدي افضل نتيجه للمريض، وكيفيه التعاون بين التخصصات دوت اللي بنبنيه على مدى التدريب ده شيء مهم. فشكرا لحضراتكم الفريق. وبعدين لو في نفتح لو في اسئله من الساده الحضور احنا انا برضو دكتور محمد اعتقد ان وجود صرح زي اكاديميه القلب في مستشفيات جامعه عين شمس بيزود كفاءه المستشفيات. انا كمان من الناس اللي هي ودكتوره سحر والفريق العمل بتاعنا اللي استخدمنا اكاديميه القلب في اثناء التطعيم الفاكسينيشن اجينست كوفيد 19، يعني فرجنا داخليا على الانفراستراكشر بتاعه المكان رائعه. هي الحاجه اللي قدرنا نطبق فيها فعلا الرولز بتاعه الانفكشن كنترول بجد، ان احنا البيشنت اللي هيجي او الجست اللي هيجي عشان ياخد الفاكسين قدرنا نعمل بلان الان والاوت، فالانفراستراكشر بتاعتها هتساعد اي جهات اخرى ان هي تيجي تعمل انتجريشن معانا بصوره سهله، لان هي مؤهله لكل البروتوكولز الدوليه طبقا للانفراستراكشر بتاعتها. وده صرح كبير في مستشفياتنا ولازم كلنا يعني نستفيد من كده في اجراء البروتوكولز مع الجهات الاجنبيه. طبعا بشكر حضرتك قامه وقيمه، وشكرا متشكرين للدكتوره فاطمه، وشكرا دكتور اسامه، وشكرا دكتوره سعد. هستاذن حضرتك في ريكومنديشن ان احنا بندعو كل المؤسسات المجتمع الطبي
بالتعاون مع أكاديمية القلب مستشفيات جامعة عين شمس لما لها من وضع حقيقي وتأثير في حياة المرضى والحياة المحيطة بينا، وتأثير حقيقي في كل الكوميونتي اللي حوالين، مش بس على مستوى القاهرة، لا ده على مستوى الجمهورية كلها. يا ريت طبعا نتشرف بأي تعاون مع أي جهة. لو ما فيش أسئلة من السادة الحضور، طيب أشكر حضراتكم، أشكر طبعا أساتذتي وزملائي في على المنصة والمتحدثين، وفي ختام الجلسة أشكر حضراتكم وشكرا لكم.